طيب يا شباب، عايزين ايه؟ هنمثل بس في سريعا جدا كده، بالظبط في 10 دقايق، التراس اللي قدامنا ده اللي هو كان اساينمنت، خلاص؟ عشان لو في حد كان في اي مشكلة عنده في تمثيل التراس ده يقدر ايه يرجع للفيديو. ايه حالك؟ كان صح. انت هو مروان كان هو الوحيد اللي بعت يعني من اول مرة كله صح. حسام كان عنده في 2 رولر المفروض انت عامل كله هنجت. لا، في 2 انت عندك 4 هنجت، انت عامل 4 هنجت. المفروض ان في 2 رولر واتنين هنج، تمام؟ طيب يا شباب، هنمثله ازاي ده؟ ها شباب، ركزوا هنا بقى. انت عندك في الاكس تلاتات، تمام؟ 3 في كام؟ 1 2 3 4 5، يبقى 15. طيب في الواي في ايه؟ 4 بس، تمام؟ طب في الزد في كام؟ في 3. طبعا ده البوتوم فيو وده التوب فيو، ده سايد فيو لو انت باصص من الشمال، وده سايد فيو لو انت باصص منين؟ من يمين. طبعا واضح جدا من اليمين انت عندك هنا ايه؟ هنا في كام؟ في رولر ورولر، وهنا هنج وهنج، تمام؟ كويس. ال 20 طن دي فين؟ في ال على البوتوم كورد. فين بقى؟ هنا وهنا 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 وهكذا، هنا وهنا هنا وهنا، تمام؟ مش على السبورت، خلاص كده؟ مفيش ايه؟ مفيش فورسز على السبورت، تمام كده؟ ده بس مجرد فيو. كويس. طيب يا شباب، هنبتدي بايه؟ هنبتدي ان انت تفتح الساب، هيجي لك الرساله المعتاده. كنسلها. تفتح ايه؟ نيو موديل. اليونت بتاعتك طن وميتر، نختار بلانك، تمام؟ تبدا تعمل ايه؟ الجريدز بتاعتك. قلنا في عندي كام اكس في الاكس؟ في 5 سبيسنج، يعني في 6 ايه؟ 6 اكسات. فدي ايه؟ اي بي سي دي اي واف، 0 3 6 9 12 15. طب في الواي في عندي 2، في اي وفي جي، سبيسنج الاوردينتس بتاعتهم ايه؟ 0 وكام؟ و4. في الزد في ايه؟ في كام واحد؟ 2 برضه، في 1 وفي 2. لا، في 4. انت بس هتلاقيك ناسي. اتنين اربعة. كويس ان انتم صحيين. جي كي. كويس شباب. وهنا في ايه؟ في 0 وفي كام؟ 3. في 3. قبل سايز صغيرة شوية، 1.5، وندوس اوكي. اوكي، هيجيب لك ايه؟ البوكس بتاعك اللي انت ترسم فيه، تمام كده؟ هنا انا عايز الفيو اكس زد، هنا عايز الفيو ايه؟ ال 3 دي، خلاص كده؟ حاسس ان شويه الجرافيكس، مش عارف في حاجه في الجرافيكس. كمبيوتر. بص، شايف العلامة دي؟ Thank you.
خلاص شباب، فاحنا عملنا الجريدز، هنبتدي نعمل ايه؟ نرسم التراس. خلاص، وليكن هرسم فين؟ عند الاكس، عند البلان اكس زد، بس باكس بكام؟ بزيرو، اللي هو فين؟ اللي هو ده. طيب عرفت منين ان ده، قصدي عند الواي بزيرو، عرفت منين ان ده واي بزيرو؟ اهو شايفين ده بلان اكس زد ومكتوب جنبه ايه؟ واي زيرو. تمام، يعني انه فيو اللي هو لو انت باصص، لو انت باصص من هنا كده هيبقى فين الاكس زد والواي زيرو، هو ايه؟ البلان ده. تمام، ركز بقى معايا. بص، احنا كنا بنرسم منين؟ من درو فريم كيبل تندم، صح؟ في هنا اختصارات، لو انت لو في حد لاحظها هيلاقي ده برضه ايه؟ ده برضه نفس الامر، ده مجرد اختصار، بدل ما تروح تفتح قايمه وتجيب الاختيار اللي انت عايزه، لا، هنا على طول في ايه؟ اختصار تبدا ترسم منه. طبعا احنا قلنا مش مهم عندي دلوقتي في الكام سيشن اللي احنا بناخدهم دول، مش مهم اعرف السيكشن ولا اعرف الماتيريال. الكلام ده اعرفه امتى؟ لو انا عايز ديفورميشن، لو انا عايز اصمم فعلا، لازم ايه؟ ادخل القطاع زي ما هو ايه؟ قايل لي. تمام؟ ونفس الكلام للماتيريال. طيب هنبتدي نعمل ايه؟ نبتدي نرسم. السناب عطلانه. تمام، نبتدي نرسم اهو كده، ممكن ارسم لحد الاخر. تمام، بعد كده نقسم براحتنا، صح؟ طيب كان في ايه بقى؟ ثواني، وانا اقول لك هي ليها كذا طريقه للرسم، ركز بس معايا وبعد كده نشوف هنعمل ايه. ماشي يا شباب، ادي ايه؟ الممبرز دي، ناقص ايه؟ ناقص الممبرز اللي كانت في النص. فين؟ في انه مسألة؟ في انه بتاع؟ اهو. كان عامل ازاي؟ الممبر ده والممبر ده مش موجود، همسحهم بعدين. تمام كده وكده. تمام يا شباب، ونمسح عنه، ونمسح ده. احنا ممكن عايزين نمسح ده بس، اللي هو الممبر القصير ده وده، نعمل ايه؟ ديفايد. هنعمل ديفايد ده بالنسبه لايه؟ للجريدز، او تروح تمسحه في حاجه في الماوس، المهم او تمسحه كله وتبتدي ترسم ايه؟ من هنا لهنا. ايه؟ خلاص بقى، عشان المفروض ان ده كنت شغال بيه امبارح يعني. تمام شباب؟ نعم؟ قلتوا ليه؟ واي فيها يعني 0 2 4. يعني ايه رقم ايه؟ بصي، واي ادي زيرو الشمال ده، واي كمان ده، مفيش واي هنا، ده بلان اكس زد، ده اكس زد. نعم؟ لا لا، سيبك من الاكسات دي، سيبك من الاكسات دلوقتي، انا بعمل على الفيو ده، انا بعمل على الفيو اللي هو ايه؟ بلان اكس زد عند واي بيساوي زيرو، يعني انه يعني اهو لو تلاحظ ان انا برسم هنا اهو على البلان ده،
تمام؟ ويبتدي يترجم هنا، تمام؟ بس هو مش مقابل الميمبرز دي مايل الجو. تمام، بص كمل كمل بس معاك، كمل معاك. بصوا يا شباب هنعمل ايه بقى تاني؟ انا عايز ايه اسرع بس عمليه الحل، فانا هعمل ايه؟ فانا هروح عامل هنا، مش عارف ايه، هروح عامل هنا ايه؟ هعمل هنا انترمي، هعمل هنا هنج، وهنا الايه؟ الرولر، صح كده؟ تمام؟ وبعدين وبعدين اوبشن الجديد بقى اللي انا كنت عايز اقوله لكم، انا هاخد الجوينت اللي فوق دي، تمام؟ الجوينت اللي هي واحد، الاول نقسمه الاول عشان يبان الجوينت، كنترول A مسكته كله، هعمل ايديت، ايديت لاينز، ديفايد فريمز، هقسمه ازاي؟ الانترسكشن، تمام؟ هدوس اوكي. هو كده عمل ايه؟ قسم كله، صح كده؟ عايز بس ابين الجوينت، اقول دي اشيل علامه الانفيزبل، فهيبقى ايه؟ الجوينت يتبنى عندي. وبعدين اختار بقى الجوينت دي، لا الماوس ده فظيع، ممكن اختار الماوس. خلاص خلينا نكمل بقى، ايا كان نختار الجوينت دي. ماشي يا شباب، انا كده مختار ايه؟ مختار بوينت اهو، عرفت منين هو؟ اه مش معلم عليها، بس هنا بيقول لي ايه؟ 1 بوينت سيلكتد، صح؟ تحت اهو، تمام؟ واختار البوينت دي برضو، 2 بوينت سيلكتد، ادي الثالثه وادي الرابعه. المفروض البوينت دي هتبقى عامله ازاي بقى؟ داخله عند ايه؟ عند واي بيساوي 2، صح؟ يبقى انا اعمل لها ايه؟ هعمل لها ايديت، في امر اسمه موف ده ما خدناهوش، تمام؟ هحركها قد ايه بقى؟ هحركها 2 في اتجاه الواي. طب الاثنين دي البوزيتيف ولا النيجاتيف واي؟ في بوزيتيف واي، تمام كده؟ فدوس ايه؟ 2. عارفين ايه اللي حصل؟ لا بص، المفروض ده نعمل له ايه؟ جوين تاني، بص كان شغال كويس معايا. نعمل ايه تاني؟ edit point، قصدي نعمل ايه؟ move بالاثنين، تمام كده يا شباب؟ ايه اللي حصل؟ كل اي نقطه فوق على زد بتساوي 3 عملت ايه؟ اللي حصل لها اتحركت 2 ايه؟ متر في اتجاه الواي، خلاص كده؟ طب وبعدين تختار بقى كل الاستراكشر ده وتعمل له ايه؟ وتكرره في الاتجاه الثاني، تعمل له ميرور، او ممكن تعمل ايه؟ بص انا دلوقتي في انهو؟ في اكس زد، عند واي بيساوي 0. شايف الاسهم دي؟ شايفينها؟ لو اتحركت كده، بص تحت اكس زد، بس الواي بكام؟ ها؟ ب4 كده، اكس زد بس الواي بكام؟ ب2، تمام؟ يبقى انا هرسم فين دلوقتي؟ انا هرسم، هعمل نفس اللي انا عملته ده بس عند اكس زد بكام؟ ب4، خلاص؟ عند اكس زد ب4 هعمل نفس اللي انا عملته ده. ادي فريم، او ميرور،
تمام كده يا شباب؟ انا حاسس ان فينا ممبر ناقص. نعم؟ لا عادي باي طريقه انت عايزها، بس الرسمه في الاخر تطلع صح. لما تنتهي من الرسم، الرسمه تطلع صح. لا براحتك براحتك، بس يفضل ان انت تمشي تبقى عامله زي ترتيب معين، يعني مثلا عكس عقارب الساعه مع عقارب الساعه، ترسمي البوتوم من الاول بعد كده التوب وهكذا. ليه؟ عشان بعد كده في التصميم هيطلع لك نتائج لكل فريم اليمنت، كل فريم اليمنت بيترقم حسب ايه؟ حسب اتجاه الرسم بتاعك. زي ما انا قلت في اول سيشن، لما كنا بنرسم الايه؟ الفاريبل انيرشيا، الفيكسد بيم فاريبل انيرشيا، كنا بنقول ايه؟ لو انا ابتديت من الشمال ليمين يبقى الستارت سيكشن هو الايه؟ الشمال، والاند سيكشن هو الايه؟ اليمين. طيب هنا هنعمل ايه يا شباب؟ هنعمل برضو دي نفس الكلام، اساين جوينت ريسترين هنج، وهنا ايه؟ الرولر. ماشي؟ ونروح مختارين ايه؟ الجوينت دي، ونعمل لها موف بقى بكام؟ ها؟ نيجاتيف واي، نيجاتيف 2 واي، خلاص كده؟ تمام يا شباب؟ كويس. هنا الشكل عندي بقى في ال 3 دي بقى عامل ازاي؟ انا كنت برسم ايه؟ كنت برسم الاول في الاكس زد عادي، في العدل كده، تمام؟ بس هي التراس مايله شويه، فرحت خدت الجوينت اللي فوق دي ورحت زحزحتها بس كام؟ 2 لورا عشان تميل كده، مش هي التراس كانت عامله كده؟ صح؟ بس تمام يا شباب. بعد كده تعمل ايه؟ انا هنا بتاكد ايه يا شباب؟ بتاكد ان الممبر اللي فوق ده مش اتنين ممبر، ممبر واحد زي ما انت كنت عملت، كنت رسمت ممبر على ممبر. لا، انا هنا بتاكد ايه؟ ان الممبر اللي فوق ده هو ممبر واحد. ليه؟ لان انا نقلت ايه؟ نقلت مره من 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 اكس زد عند واي بيساوي 0 ل 2، ومره من اكس زد عند واي بيساوي 4 لسالب 2، فالاثنين ايه؟ لو ركبوا على بعض ايه؟ المساله هتحل غلط. لازم اتاكد ان هنا ايه؟ ممبر واحد. هو فعلا ايه؟ ممبر واحد، او مكتوب لك ايه؟ وان فريم سيلكت، تمام كده؟ ايه؟ اهو من يمين للشمال كنت ايه؟ بحدد النقطه كده، اهو بيقول لي وان بوينت سيلكت، تمام؟ اسكيب، تطلع من الامر، اختارها تاني، وان بوينت سيلكت، تمام؟ تمام يا شباب؟ ادي رسمت التراس ايه؟ من غير ما اقعد بقى اوصل من تحت لواي بيساوي 2 وهكذا، خلاص؟ بسيطه جدا، تمام كده؟ طيب ناقص ايه؟ ناقص ايه؟ ناقص البوتوم كورد اللي هو يبان من الاكس واي. فين بقى؟ عند زد بكام؟ عند زد بكام البوتوم؟ عند زد بزيرو، صح ولا غلط؟ يبقى تيجي عند زد بزيرو ترسم الرسمه دي، تمام؟ ادي الفريم، نبتدي نرسم. تمام يا شباب كده؟ كده تقريبا ايه؟ انا خلصت التراس بتاعي، تمام؟ خلاص يا شباب؟ طيب حد بقى يتخيل كده قبل ما اكمل اللودز والكلام ده، حد يتخيل كده التراس ده ممكن يعبر لي عن ايه؟ المنظر ده ممكن يعبر لي عن ايه؟ بس لو كبرت الابعاد شويه، مثلا الثلاثه دي مثلا بقت 30، والاربعه دي مثلا بقت 20 مثلا. ها؟ متخيل ايه اللي ممكن يمشي جوه؟ ها؟ ممكن يكون ايه ده؟ كوبري. ده ممكن يكون كوبري اوريدي اصلا. في كباري يا شباب بتتعمل كده، في كباري تلاقي بدل ما هو ده ستريت كده هتلاقيه كيرفت، تمام؟ خلاص يا شباب، يعني بدل ما ده الكوبري طبعا بيمشي هنا، يعني العربيات بتمشي تحت هنا، خلاص؟
ودي كده بايه؟ دي بيقفل الكوبري من فوق، تمام؟ ممكن تلاقي الاثنين قافلين على بعض، ممكن الاثنين تلاقيهم ماشيين كده عادي، ماشي؟ فيرتيكال عادي، ممكن تلاقي اللي فوق ده كيرف، خلاص؟ ايا كان، بس المهم يعني لو انا كبرت الابعاد دي شويه خلاص يبقى ده كانه موديل ايه؟ لكوبري. هو يعمل الكوبري بتاعه من بعد. يعني بص يعني هي كلها سيستمز، يعني هو ممكن يعني بيبقى اسهل له ان هو يعمله من تحت عشان يبقى الرود واي اللي هو من فوق ده ما فيش اي اعاقه لحركه العربيات. معايا؟ لكن من فوق بقى هيضطر بقى ايه؟ في اعاقات مثلا معينه، في كابلات بقى قدام الناس، ماشي؟ وانت عارف بقى طبعا ايه تصرفات الناس يعني. تمام يا شباب كده؟ طيب ايه اللي ناقص؟ الناقص ان انا ايه؟ احدد عند النقطه دي في فورس قيمتها كام؟ 10 تقريبا في اتجاه الاكس، صح؟ وايه تاني؟ في فورسز في البوتوم كورد عند الجوينت دي ودي ودي ودي، نفس الكلام عند دول، تمام؟ بكام؟ نيجاتيف 20 طن. عندي عامل في الاكس، صح؟ اخترتهم كلهم الجوينت، اكمن ان انا مش مقسم فهنا مفيش جوينت، تمام؟ فكده ايه هيفهمها برضو ان انا احط فين؟ هنا وتحت. الساين جوينت فورس في اتجاه الزد، ما كنت عاملها في الزد ده يا شباب. تمام كده يا شباب؟ زي ما انتم شايفين ايه؟ اهو الموديل تقريبا خلص. ايه اللي ناقص بقى؟ ان انا اروح عامل ديفاين لود باتر، انا مش عايز ادخل وزن التراس ده معايا، تمام؟ احطه بزيد. طبعا لو انت بتعمل تصميم لكوبري انت بيبقى عندك القطاعات بتاعه التراس، بيبقى عندك الماتيريال اللي مصنوع منها التراس، بيبقى مش قطاع واحد بقى، بيبقى مئات القطاعات او مثلا يعني عشرات القطاعات، تمام؟ تبتدي ايه بقى؟ انت تقعد تقسم براحتك وتعمل قطاعات براحتك، بس هنا مش هنحتاج ايه ان احنا ندخل الاون ويت بتاع التراس. ايه تاني مهم جدا والناس نسيته؟ ها الريليز. يبقى تقول ايه؟ اول حاجه الديفايد. ليه؟ عشان تبقى كل ممبر لوحده مستقل بذاته، يبقى كل ممبر ايه؟ لينك ممبر. يعني لو اخترت ده كده تلاقيني بختار ايه؟ ممبر طويل كده، تمام؟ لو انا ما عملتش لو انا عملت ريليز قبل ما اقسم الممبر ده هيتعمل له ريليز من هنا ومن هنا، لكن في النص عليه لودز، وما دام هو في النص عليه لودز يبقى ايه؟ مش لينك ممبر، تمام؟ يبقى انا هعمل ايه؟ هختار كل الممبرز، كنترول اول، كنترول اي، ادوس اديت، لاينز، ديفايد ايه؟ فريمز، بريك ات انترسكشن وسيلكتد جوينت فريمز وهكذا، تمام؟ اوكي. تيجي تختار بعد كده تلاقي ايه؟ عندك بوينت في كل حته. يعني هو كده اخترت اثنين ممبر. أربعة ممبر، تمام؟ كده أنا قسمته، نايس. نعمل إيه؟ ريليز. أروح برضو إيه؟ كنترول إيه؟ أساين فريم ريليزز. هعمل ريليزز لإيه؟ للمومنت M33 وM22. أوكي كده؟ وريليز هنا إيه؟ دايماً لو تلاحظ هنا بزير، ممكن أغير إيه الأرقام دي؟ يعني أعمل ريليز بس بإيه؟ برقم معين، يعني بقى حاطط هنا إيه؟ إذا كان في سبرينج مثلاً. بيشيل مومنت معين، تمام؟ الحته دي لسه انتوا ما خدتوهاش، بس دي معناها ايه؟ يعني انا هنا بعمل ريز بزيد، يعني خلي مومنت في زيرو، لكن ممكن هنا اخلي في كونكشن بحيث تسحب شويه مومنت. فاهمين قصدي؟ ماشي؟ لكن لو انا اصلا مش عامل ريليز فهنا في ريجيد كونكشن، يعني بتاخد ايه؟ مومنت 100%، تمام كده؟ انا هسيبها بزيرو زي ما هي وادوس ايه؟ ادوس اوكي. طبعا زي ما انت شايف ايه؟ كل الممبرز بقت ايه؟ بقت ريليز. في الفيو ده لو انا عايز اعرض الريليزز زي ما قلت ديسبلاي شو ماسك اساينز فريمز. اللي تحت بص لو انت ما يعني لو انت لو الممبر لو كل ممبر منهم مستقل بذاته لا
بمعنى يعني انا ما كنتش قسمت دي خلاص مش هيبقى لا لكن لو انا مقسمها عارف دي معناها ايه؟ معناها ان هنا يعني اوصلها ازاي؟ بص بص يا شباب هو سؤال كويس زميلكم بيقول ايه؟ زميلكم بيقول هل هنا في المنبر ده والمنبر ده هيفرق ان انا كنت اعمل ريليز لكله ما دام انا قسمت يعني ادام في جوينت هنا هيفرق لكن لو كان ما فيش جوينت هنا بمعنى ايه لو انا كنت بختار ده فيختار يختار كمان ده يعني الاثنين منبر واحد ما كانش هيفرق فاهمين قصدي تاني دلوقتي هو زميلكم بيقول ايه هيفرق ان انا اعمل ريليز للاربعه منبرز دول طب ما ممكن اعمل لده من هنا ولده من هنا ونفس الكلام ده من هنا وده من هنا ايه الرد او الاجابه ايه ادام انا عامل تقسيم للممبرز دي بحيث ان هنا يبقى فيه جوينت وهنا فيه جوينت تمام كده اتقسمت عندي لاربعه ممبرز لكن لو في الاول لما انا كنت راسم ما كانش هنا فيه ايه ما كانش فيه جوينت فكانوا هما بالظبط اتنين ممبرز بس بيتقاطعوا هنا بس ما فيش جوينت هنا فمش الاستراكشر مش حاسس ان هنا فيه ايه فيه كونكشن ما بين التو ممبرز فاهمين قصدي معايا ولا لا؟ طيب لو كان ده وده منبر واحد وده 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 منبر واحد كنت ساعتها تقول ايه؟ انا هعمل ريليز فقط من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا تمام كده؟ وضحت؟ خلاص يا شباب؟ اوكي ناقص ايه بقى؟ ناقص تروح ترنم. طبعا مش عايز انا الموديل واجي ادوس رن هيقول لي ايه هتسيبه فين؟ اروح انا مختار ايه مثلا او ادوس نيو فولدر واقول ده اسمه ايه؟ تراس بريدج اساين. وراح فين؟ تمام؟ وادي تراس بريدج اوكي رنن اداني هنا ديفورمد شيب وهنا ما ادانيش حاجه انا عايز هنا مثلا اعرض الفورسز او الاكسيال فورسز دوس كده طبعا ده لي ايه فيل دايجرام لا انا عايز ايه الفاليوز ادوس من هنا شو ايه شو فاليوز تمام كده هيطلع لك ده بكام موجب 39.47 يعني ايه موجب يعني الممبر ده متعرض لتنشن بمقدار كام 39 طن عشان وحداتي طن بوينت ايه بوينت 5 تقريبا خلاص كده الناس اللي طلع معاها الممبر ده صح يبقى الاستراكشر كله صح خلاص معظم الناس يعني اللي بعتت كانت عندها يا اما عندها تعديل بسيط يطلع الممبر ده صح يا اما ايه طلعته من الاول صح كده يا شباب طيب الجوينت زي ما قلنا مين بيتكلم لو انا عايز اعرض الرياكشن عايز تعرضها من هنا تمام اداني هنا كام اداني هنا في اتجاه الواحد او الاكس نيجاتيف 5 يعني ماشي في اتجاه الاكس عكس اتجاه اكس تمام وهنا في اتجاه الزد بكام ب 39 وفي اتجاه الواي 19 بوينت كام بوينت 96 طبعا احنا ما يهمنيش دلوقتي الواي انا بدرس ايه اكس زد خلاص كده يا شباب سؤال غير ده اكس زد مثلا تمام هو انا دلوقتي بقى لما باجي بص الساب ما بيعملش اسقاط الساب عند المستوى ده في كم منبر مرسوم ماشي انا عند المستوى اكس زد عند واي بيساوي زيرو في كم منبر مرسوم هو بس البوتوم كورد صح ده اللي ايه ده اللي الساب بيفهمه طيب عند اكس زد بس الواي بيساوي 2 عند الواي بيساوي 2 انهو المرسوم او انهو اللي حاسس بيه اللي فوق بس صح طيب عند اكس زد بس الواي بيساوي 4 انهو اللي تحت بس هو المرسوم تمام طيب عايزه تشوفي الشكل اللي هو
مايل كده، انت ممكن تقولي هنا بقى ايه 3 دي. تمام، انا هبص على 3 دي من الاكس زد. خلاص كده معايا اهو، خلاص. بس اكتفي الويندوز ده، الويندو ده الاول. تمام، وبعد كده في ايه؟ شايف الامر ده؟ ده تختاريه وتقفي كده، تفضلي دايسه بالكليك ايه شمال، تفضلي ايه تدوري. تمام، خلاص شباب، الامر ده مهم يا شباب. اوقات برضه ده بتدوس كده تختار ده روتيت 3 دي فيو. تمام، وتبتدي ايه تفضل دايس على الكليب وتفضل ايه تدور براحتك. تمام، عشان تشوف ايه الفيوهات المختلفه. خلاص كده، الرياكشنات يا شباب ليها كذا طريقه للعرض. يا اما تقول هنا ديسبلاي، تمام، وتروح تقف هنا دوس كليك يمين على الجوينت اللي فيها، على الجوينت اللي فيها سبورت، وتبتدي تقرا هنا. الواحد ده اللي هو اتجاه اكس، التلاته ده اللي اتجاه زد، الاثنين ده اتجاه ايه؟ اتجاه واي. خلاص؟ طب كويس. اخر حته مالها؟ دي الرياكشنز. بص انا عملت ايه؟ جيت وقفت هنا، اخترت الجوينت دي ودوست كليك يمين، تمام؟ فطلع لي ده. حتى هو بيقول لك ايه؟ جوينت رياكشنز ان جوينت لوكال ايه؟ كوردينت سيستم. يعني ايه؟ يعني هو مديني الرياكشن دي بدلاله الايه؟ اللوكال اكسيز اللي احنا اتفقنا عليهم، اللي هو الواحد في اتجاه اكس، اثنين في اتجاه واي، ثلاثه في اتجاه ايه؟ زد. تمام؟ كويس جدا. ايوه. ميرور، زي ما قلت الميرور بيطلب منك مستوى والخط اللي بتقع اللي بيقطعه. طيب ممكن نشوفها، انت معاك اللام مثلا او نشوفها على الجهاز بتاعك. طيب انت فهمت الطريقه اللي انا رسمت بيها النهارده؟ دي متهيألي اسهل. خلاص كده احنا بعد كده نشوف بقى الميرور، بس عايزين بس نسرع ال، لا انا ما عملتش ميرور، بس عملت كده بدل ما انا اقعد ارسم في 3 دي، بدل ما انا اللي هرسم في 3 دي، لا انا رسمت في 2 دي بس حركت كام بوينت كده في اتجاه الواي بس، وخلق لي ايه؟ خلق لي المساله 3 دي. تمام؟ رسمنا كده وبعد كده كده وميلنا الاثنين دول. تمام؟ وبعد كده رسمنا في الاكس واي وخلاص كده. طيب شباب، تمام كده يا شباب؟ زي ما قلت الممبر اللي هو الممبر ده فيه فورس بوزيتيف 39.47، من هنا تعرف ان انت ايه صح ولا غلط. تمام كده؟ بس. طيب انا كده خلصت ايه؟ خلصت المساله اللي كانت ايه؟ اسايمنت. نبتدي في ايه بقى؟ نبتدي هنا بقى في الموضوع بتاع النهارده. نفس الفكره. ده ايه ده؟ بص يا شباب، في الكاد بالمناسبه في امر هنا بيقول لك ايه؟ شو هايد لاين ويت. يعني ايه شو هايد لاين ويت؟ اوقات اوقات الرسامين او اللي يعني الناس اللي بترسم بتحب ترسم خطوط كل خط بتخانه معينه. ليه بتخانه معينه؟ يعني مثلا انا عندي اكسات، الرسامين بيحبوا يخلوا الاكس ده ايه؟ اخف ما يمكن. طيب العمدان اتقل شويه، الكمرات تقيله، حدود البلاطه اتقل واتقل وهكذا. تمام؟ فكل حاجه ليها ايه؟ ليها ويت. انا هنا كنت راسم الفريم اللي بره ده، الرجل دي فريم والرجل دي فريم، يعني مفيش هنا مومنت بيساوي زيرو، ماشي؟ وهي نفس الكلام، كنت راسمها بخط تقيل والتراس كان بخط خفيف، فدوست هنا هيعمل لي ايه؟ باين لي ان هنا ده تقيل وده تقيل. تمام؟ عشان يفرق لي بس ان ده فيه فريم، رجل فريم، ومتعلق فيه ايه؟ متعلق فيه تراس. خلاص كده؟ طيب ده بقى ايه ده؟ ده سايد فيو او اليفيشن لمصنع. تمام؟
الحقيقه انا كنت هديك المساله دي في الاول واحنا بنحل اللي هي ال 2 دي تراس. وبص لو تلاحظ انا كنت حاطط لك ايه هنا 2 طن 6 طن 6 طن وهكذا تمام. بس احنا ايه دلوقتي انا هنرسم في ال 3 دي، فبعد كده انا هقول لك انا اللودز بقى خلاص كده يعني سيبك من اللودز دي دلوقتي. فده تراس عادي جدا ماشي محطوط على ايه؟ على عمدان خرسانه او ستيل احنا لسه هنشوف. الارتفاع من هنا لهنا 5 متر ومن هنا لهنا 3 ايه؟ 3 متر، يعني تقريبا ايه ده ارتفاع دور وده من هنا لهنا ايه؟ دي زي حاجه مثلا بيحطوا فيها المعدات يتحركوا فيها براحته، 5 متر، يعني زي مثلا الكليرنس ما بينك لو تبقى واقف كده على الارض وبين ايه؟ اي كوبري، يعني مثلا اللي بيعدي مثلا عند الماريوتيه اللي في ساكن في الهرم او اي كوبري هيلاقي معظم الكليرنس بكام؟ 5 او 5 ونص ايه؟ متر، تمام كده؟ انا قصدي يعني ارتفاع كبير يعني. الاسبان كام؟ 16 متر تمام. التوب فيو يعني لو انت باصص من هنا خلاص هيبان كده. ده معناه ايه؟ معناه ان الفريم ده شايفين بيتكرر كل قد ايه؟ كل 6 متر تمام. ادي اهو فريم فريم فريم، يعني الفريم قصدي يعني بالترس ده ماشي. لو انا باصص من فوق فده الشكل ده بيتكرر عندي كل 6 متر اللي هو ايه؟ الابيض التخين ده تمام؟ كل 6 متر. كم مرة بقى؟ 1 2 3 4 5 6، يعني عندك كام؟ 6 في 6 تمام؟ 36 متر لايه؟ لجوه. ايه؟ اه 5 5 في 6 30 5 في 6 30. اللي مش متخيل الشكل يا شباب ده اليفيشن تمام؟ يعني ادي التراس اللي انت شايفه. التراس ده بالرجل الفريم ده اتكرر لجوه 6 مرات، عمل 5 سبيسنج. خلاص كده؟ فين ده؟ باين هنا من التوب فيو ده تمام؟ فين بقى التراس؟ هو ايه؟ الخط التقيل ده بقى فقط. الخط التقيل ده فقط. طيب امال ايه بقى الحاجات اللي جوه دي؟ دي زي السقف ماشي، بس سقف ايه؟ من الستيل، عامله بشويه، عامل حاجات اسمها بريسنج. لازمته ايه؟ لازمته ايه السقف ده؟ او لازمه ايه البريسنج دي؟ لازمتها ايه؟ ان هي بتربط التراس ده مع التراس ده مع التراس ده مع التراس ده وهكذا. متخيلين الوضع؟ ماشي؟ طيب ده من فوق. طيب في الفيو من هنا على ليفل 5 متر من الارض اللي هو هنا عامل ازاي؟ عامل كده تمام؟ بالظبط شبه ايه؟ شبه ده تمام؟ طيب الفيو بقى لو انت جيت من يعني بكرر كده، لو انا جيت بصيت من هنا بقى هيبان ايه؟ هيبان الخمسه فريم اهم 1 2 3 4 5 قصدي 6 فريم ب5 سبيسنج تمام؟ وهنا في برضو ايه بريسنج كده وبريسنج كده بريسنج كده وبريسنج كده، يعني ايه من الاخر بحاجات بتربط التراس كله مع بعضه بحيث يشتغل ايه كمبنى متكامل او كيونت واحد. متخيلين ولا لا؟ ايه الاكسات دي؟ لا لا بص 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 ارتفاع ده كام؟ ارتفاع ده 5 زائد 3 8 متر تمام؟ الاسبان بتاعه 16 متر، ده اللي انت باصه من هنا ماشي؟ 16 و8 16 و8 خلاص كده؟ ده اتكرر 6 مرات لجوه 1 2 3 لحد ايه؟ 6 خلاص كده؟ عمل لي ايه؟ عمل لي ثلاث ست ايه؟ ست حاجات مستقله بذاتها. خلاص؟ بعد كده رحت جاي ايه؟ جيت من فوق عملت سقف. السقف ده عباره عن ايه؟ شويه بيمز طوليه اللي هي ايه؟ اللي هو البيم دي والبيم دي بس متكرره. تمام؟ ثانيه بس خليك معايا ماشي انا جاي لك في الطريق. عملت بيمز طوليه ايه؟ اتكررت. خلاص كده؟ ده السقف اللي فوق. وبعد كده رحت عملت ايه؟ عملت بيمز كروس كده بسميها انا بريسنج
لازمتها ايه؟ بتربط لي بس المنشا ايه مع بعض خلاص كده، وبتقوم لي برضه في الرياح، يعني ليها كذا كذا ايه كذا فايده. ده فوق عند ليفل كام؟ 8. تمام. في ليفل هنا اللي هو ليفل 5، كررت السقف ده زي بالظبط تحت ماشي، عند ليفل ايه 5 اللي هو ايه اللي هو ده. تمام. طيب جيت بقى لو بصيت من هنا، شايفه؟ بص هنا. لو بصيت من هنا بقى، كل انا كنت باصص كده وكده ماشي، لو انا بصيت كده هشوف ايه؟ هشوف 6 فريم صح، هشوف 6 فريم تمام كده، وسقفين تمام، سقف على 5 اللي هو ده، ادي 6 فريم 1 2 3 4 5 6، وسقفين ادي 1 2 صح معايا ولا لا؟ واشوف ايه تاني؟ اشوف بقى ايه السيستم من اللي من السايد ده شكله عامل ازاي. فانا بقول لك السيستم ده برضو في ايه؟ في هنا كده زي بريسنج، او ممكن تسموها بيم فريم اليمنت من الاخر يعني ماشي، كده وكده. سبت باكيا، باكيا دي يعني ايه؟ يعني حته يعني سبان مثلا، وعملت الثانيه، سبت واحده وعملت الثانيه تمام. بس فايه اللي واضح عندي؟ 16 متر 8 متر هنا في تراس اللي انتم شايفينه هنا تمام. بعدين بصيت من فوق، بصيت من فوق هشوف ايه؟ هشوف الشكل ده، كذا خط كده، وفي ايه؟ في سقف وفي بريسنج، شويه بريسنج وشويه بي من فوق تمام. نزلت 3 متر لتحت يعني في السقف الثاني تمام، هشوف ايه؟ هشوف نفس الشكل ده بس ايه على مسافه ايه 3 متر من فوق او على 5 متر من تحت. بصيت من هنا هشوف ايه؟ هشوف الشكل ده تمام كده. الاكس ايه دي؟ ما انا قلت دي بريسنج بس ايه فيرتيكال، دي بيسموها فيرتيكال بريسنج عشان هي واقفه كده. اللي فوق دي، اللي فوق دي هوريزونتال بريسنج عشان بتبقى في السقف كده. تخيلي معايا هنا، هنا بدل السقف ده، بدل السقف ده يا شباب رحت شايله وحطيت شويه قمر حديد كده بالطول، وشويه قمر ايه عمل اكسات تمام. ده الفيو اللي انا شايفه فوق خلاص. الحيطان دي بدل ما هي طوب رحت عملت شويه عواميد ستيل، او شويه عواميد اللي هي الفريم دي ستيل اللي انت شايفاها دي، 6 على بعد 6 متر. ورحت ايه جيت عند بين كل عمود وعمود ايه عملت كروسات خلاص كده. بس ايه مش عملتها في كل البواكي، عملت باكيه، سبت واحده عملت باكيه ثانيه، سبت واحده عملت باكيه ثالثه تمام كده. الحاجات دي كلها ان شاء الله يا شباب تاخدوها في الستيل، بس ايه يعني عشان برضو يبقى الواحد عنده خلفيه ازاي المنشا بيبقى موجود، ازاي بتتخيله وازاي بيترسم. مفيش حاجه بتترسم على الكات 3 دي تمام، زي ما انت شايف كده بيترسم كام فيو حسب بقى. يعني مثلا هنا انا احتجت 4 فيوز ليه؟ عشان كان عندي بلاطه، يعني عندي بلاطه هنا او سقف هنا، وبلاطه هنا او سقف هنا خلاص كده تمام. وفيو من اللي هو الاليفيشن اللي انت شايفه ده، وفي من السايد اللي انت شايفه هنا خلاص كده. طيب انت بقى انت كموديلنج، انا مش عايز، انا مش هقول لك صمم، انا كل ده انت بتتعلم ايه؟ بتتعلم موديلنج تمام. انت حاجه زي كده هترسمها ازاي؟ انا شايف ان هي بسيطه جدا، فكرتها بسيطه جدا. حد ملاحظ ان في سيمتريه وفي تكرار للاليمنتس صح؟ يبقى انت اختار حاجه ترسمها مره واحده وتكررها ايه بقيه المرات. ايه الحاجه اللي هترسمها مره واحده؟ الايه؟ هرسم ده اكيد صح. طيب وفي الواي او في الاكس واي اللي هو الفيو ده هرسم ايه؟ هرسم ده بس ولا ده كله؟ يعني هرسم لحد هنا صح تمام كده، وقررها كل كام متر؟ كل 6 زائد 6، كل 12 متر تمام كده. تمام يا شباب، ما احنا هنشوف كده كده ايه 6 متر بس، لان دي كلها على بعضها 6. لا كل 12، ما انا هاخد كل دي فانا هنقل دي قد ايه؟ هل ال 12 تيجي هنا ودي تيجي هنا تمام. تمام يا شباب، يعني المسافه دي 6 اساسا. بص انا دلوقتي عايز ده هكرره هنا
صح؟ تمام. فالهندل ده كده دي الواحدة هتطلع من هنا لغاية هنا المسافة دي كده 6 لا 12 6 صح ما انا اسف لا صح هو صح انا بس ايه خلني بس صح كويس انا شكل لسه ما صحتش خلاص شباب هي فعلا 6 انا اسف زي ما قلت الحاجات اللي في النص دي يا شباب ما هي الا شويه بيمز كده عشان تمسك لي السيستم ايه كله مع بعضه كله اتحرك في اتجاه يعني كله اتحرك كيونت واحده تاني حاجه ليها لازمه تانيه ان انت بتعمل ايه ساعتها شدت وخدت في الناس بقى اللي خد خرسانه نسيبنا ايه يعني معلش بس انا اقول يسمعوا بس الحته دي الناس بتوع خرسانه خدوا ان ايه البيمز بتجيب السيكنس بتاعها ازاي؟ بتقسم ال اللي هي الاسبان بتاعها على رقم ثابت صح؟ في السلابس برضه او البلاطات نفس الكلام بتجيب ال بتاعتها بتقسمه على رقم ثابت. طيب تخيل انا كان ال بتاع البلاطه ده كبير لما اجي اقسمها على رقم ثابت هيديني رقم كبير تمام؟ طب انا حاولت اقلل ال بتاع البلاطه هيديني رقم اقل صح؟ هنا بعمل ايه بقى؟ هنا بقلل ال بتاع البلاطه بحيث ان يجي لي ايه؟ يجيب لي سيكنس بلاطه ايه؟ قال تمام كده دي حاجه معلش يعني بس انا هقولها لهم بس كده الملخص بتاعها ايه ان انا بعمل بقسم المبنى لتقسيمات زياده ليه عشان يديني تخانه بلاطه اقل انت كل ما قللت من التخانات بتاعتك كل ما كان احسن كل ما وزن المنشا بقى اقل كل ما كان الحديد اللي انت هتطلعه اقل وهكذا تمام فقسمت ايه تقسيمات اكتر خلاص كده بالعقل كده حاجه اسبانها كبير عليها بند مومنت كبير قللت الاسبان بقى لي مومنت ايه اصغر فاهمين قصدي يعني بدل ما هعمل حاجه كبيره لا انا هعمل حاجتين ايه صغيرين خلاص كده كانك بتكتر السبورت لا يعني هي البلاطه السبورت بتاعها ايه البيمز والبيمز السبورت بتاعها ايه الكولومز تمام تمام يا شباب طيب السكشنز بقى اللي انت هتحتاجها ايه اهي بيقول لك ايه قلت راس سيكشن بايب سيكشن تمام ممكن يدي لك اي سيكشن انت تدخل تدور على كلمه بايب في الستيل وتعمله خلاص هنا الفريم ليج سيكشن اي بيم ايه اس شون اللي هو ايه اللي هو الفريم ده تمام اول فيرتيكال بريسنج انجل ال دي يعني انجل 100 في 10 الهوريزونتال بريسنج 150 في 10 كورجيتد شيتس سيكنس 3 مللي ايه الكورجيتد شيت دي يا شباب يا شباب حد بيلاحظ في كده زي ايه زي حاجات ستيل كده بتبقى ايه طالعه ونازله زي زجزاج كده صح عارفينها دي بيسموها ايه كورجيتد شيت تمام اوقات بيسموها برده ساندوتش او ساندوتش شيت بيحطوا فيها زي عوازل عشان الحراره والكلام ده والصوت والكلام ده تمام الحديد ده بيسموه ايه كوريجيتد زجزاج تمام دي بيغطوا بيها الايه الاسقف او الاسطح الستيل تمام كده يعني ايه ده السقف اللي هو التوب ده كوريجيتد تمام يعني بعد ما هرسم البيمز دي هروح حاطط عليها ايه حته كده شيت كده كوريجيتد ايه شيت حته ستيل كده سمكها كام 3 مللي حد متخيل 3 مللي دي عامله ازاي 3 مللي تمام 3 مللي من الستيل ده يعني مثلا مساحه مثلا 5 في 5 متر مش هتعرف ترفعها من على الارض. خلاص هي 3 مللي بس كثافه الستيل كام؟ 7.8 طن لكل متر مكعب فحاجه ايه؟ حاجه ضخمه جدا. تمام؟ خرسانه 2.5 طن لكل متر مكعب. الستيل 7.8 طن لكل متر مكعب. تمام؟ طيب والبلاطه اللي هي بقى اللي هي هنا بقى اللي هي على اللي هي على 3 متر او على 5 متر من تحت دي هنحطها ايه؟ هنحطها خرسانه عاديه ودي ان شاء الله هتبقى الدخله بتاعتنا لايه؟ للاريا اليمنت او الشيل اليمنت تمام؟ اي حد مش متخيل الفيو اي حد مش فاهم اي حاجه من اللي انا قلتها يرفع ايده ما يتكسفش انا حاسس ان محمود واسلام مش فاهمين بجد اسلام مش فاهم طب ايه بالظبط؟ مش متخيل الرسمه. طيب ممكن طيب نبتدي بيها في
في الساب وابتدي تخيل معايا. خلاص اول حاجه ده في الاكس زد ماشي، ده وده في الاكس واي باصص من فوق، ده وده في الاكس واي. ليه؟ لان هما ده وده بس لجوه. خلاص كده ده التراس، ده الفريم، ده التراس، تمام. ده اكس زد صح اللي هو ده. خلاص كده في سقف من فوق فاكس واي، وفي سقف تاني اكس واي بار. خلاص كده يعني ده على الليفيشن مثلا، ده على ارتفاع 8 واللي تحتيه ده على ارتفاع 5. خلاص فده وده اكس واي، وده فين؟ ده بقى هنا بقى اللي هو ايه؟ واي زد، تمام كده. فانت كل اللي هتعمله ايه؟ هتعمل اكسات في الاكس واي، اكس زد واكس واكس واي وواي زد. خلاص كده يعني 3 دي. يعني الاول هندخل نعرف ايه السكاشن دي، تمام. حلو، نبتدي الساب بقى. نيو موديل، مش عايز اسيبه يعني، بس نقول له سيبه خلاص، ونقول ايه؟ بلانك، تمام. نخلي مثلا هنا فيو اكس زد وندوس اديت. في كم اكس بقى في الو... في الـ في الاكس؟ ها في كم اكس في الاكس؟ لا، في 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تمام. كل قد ايه بقى؟ كل 2 متر صح؟ يبقى ايه؟ بي سي دي اي اف جي اتش اي ايه؟ ليه انت عندك 8 مسافات بتسع اكسات؟ 0 2 4 6 8 10 12 14 16، تمام. طب في الواي بقى، في الواي عندك كام؟ تعال نشوف هنا عندي كام في الواي يا شباب. ها عندي 1 2 3 4 5 6 صح، عندي 6 في الواي. يبقى اي جي، ولا نسميها بقى ايه بدل، بنبتدي بالجي عشان الاي خدناه خلاص. جي كي ال ام او بي. الاكسات في الواي كلها قد ايه يا شباب؟ كل 6 متر. الناس تبع اي حد يقع في حاجه يلحق نفسه على طول يقول لي، تمام. انا عارف ان اللي احنا داخلين فيه ده يعني شويه ادفانس، بس انا شايف ان انا يعني ايه مش هنا كويس جدا في البيمز والفريمز والتراسز، وانا شايف ان الناس يعني في استجابه كويسه عند المعظم. يعني عرفنا ان احنا نعمل لودز ازاي، ديستريبيوتد يونيفورم نون يونيفورم، عرفنا نحط سبورتات ازاي، عرفنا ان امتى نحط اللودز الاون ويت بواحد وامتى نحطها بزيرو، عرفنا حاجه اسمها كومباينيشن، تمام. عرفنا في حاجه اسمها كذا لود باترن، في لايف وديد وهكذا. عرفنا ايه تاني؟ عرفنا يعني ايه ريليزز، عرفنا يعني ايه هورزونتال بروجيكشن، اكس بروجيكشن وجرافيتي بروجيكتد والكلام ده. عرفنا ازاي نعرض نتائج، عرفنا يعني خدنا انتروداكشن كويس جدا، كفايه قوي علينا ايه حصتين تقريبا ايه في الساب. نخش بقى في الحاجات اللي هي المفروض يعني في ناس بره تعمل ايه؟ تعمل 5 حصص بس كلها تراسز وفريمز وسبيس تراس، وبقى ايه؟ يعني يديك مثلا 5 مسائل على السبيس تراس، 5 مسائل على الفريم والسبيس فريم وهكذا. انا شايف ان انت تاخد مساله صعبه واحده تلم لك ايه؟ كل الدنيا. مش لازم اقعد بقى اخد 5 مسائل بيمز كل شويه اعمل حركه جديده، لا.
يعني نلم الليله كده في كلها في قد ايه؟ في حصتين، ونبتدي نخش بقى نشوف ايه الناس بره بتعمل ايه فعلا. خلاص كده؟ 0 6 12 18 24 30 صح كده؟ طف الزد بقى في ايه؟ في كم؟ نسميها مثلا اي، قصدي 1 2 3 0 5 8، دي ما فيهاش مشكله. بس انت لو ركزت شويه يا شباب، لو ركزت شويه في الـ في الـ في الواي هتلاقي نفسك انت عايز ايه؟ عايز كمان تقسيمه هنا، هنا كده صح؟ ليه؟ ليه؟ عشان هنا شايف دي على بعد كام؟ على بعد 3، على بعد ايه؟ يعني 3. فانت تروح تعمل ايه بقى؟ سيب زي دول زي ما هم، هنزود بس ايه؟ هنقول 3 ونزود 6 بقى، تمام؟ انت فاهمها؟ طيب 0 6 12 كده. انا بصيت في الواي لقيت نفسي ايه؟ ادي الزيرو وادي الست، تمام؟ في ما بينهم ايه؟ في انا خط كده، انا هنا احط بيمز برضه، تمام؟ فلازم هنا احط لها اكس. ثلاثة وبعدين ستة حلوة. ايه؟ يعني ثلاثة الأول بعدين ستة، لازم تسعة. صح؟ ما كنت ممكن أقسمها كل ثلاثة، بس أنا في الأول ما كنتش واخد بالي مثلا يعني. تمام؟ فهرجع أعدل على الإيه؟ على الجريدز عندي. تمام يا شباب؟ خليكم بس معايا عشان هقول لكم في الاخر، يعني احنا مش محتاجين ان احنا نعمل كل الايه؟ كل الجريدز دي، احنا عشان احنا هنستخدم الريبليكيت، نعمل بس واحد ونعمل ايه؟ ريبليكيت لايه؟ للكلام ده، تمام؟ بس خلينا ايه؟ يعني نطابق اللي احنا هنعمله ريبليكيت ده على الايه؟ على الجريدز، تمام؟ كتشيك يعني. هنقول 3 بعد كده 9 وبعد كده كام؟ 15 بعد كده كام؟ 21 صح؟ 27 بعد كده كام بقى؟ خلاص كده؟ 27 بعد كده 30. ونسيبهم ايه فاضيين كده، مش عايزين ايه نكتب عليهم اسامي عشان ما يلخبطوناش. ونقلل ايه شويه دي الواحد ونص كده وندوس اوكي. اوكي اوكي. اوفر فلو. تمام يا شباب؟ انا بس مش عارف ليه السبب، انا حاسس ان عندهم مش في حالته الطبيعيه. تمام يا شباب؟ شايفين طبعا ايه؟ بشعه جدا. ايه؟ بشعه جدا الجريدز دي. طيب انت هتتعامل مع الجريدز دي ازاي؟ زي ما قلت لك، انت هتتعامل بالفيوز بتاعتك. يعني ايه؟ يعني هنا انا دلوقتي هرسم الفريم. هرسم الفريم والتراس. الفريم والتراس ده في الفيو انه اكس زد صح؟ يبقى انا اختار الاكس زد. طيب الفريم والتراس ده اكس زد بس عند واي بكام؟ هبتدي بواي بزيرو ماشي؟ فانا اخليه واي بزيرو، تمام؟ انت ممكن تتحرك هنا، شايف تحت بيعمل ايه؟ بيزيد، تمام؟ بيغير ايه؟ البناء اللي انت بتحرك فيه لحد ما يوصل للاخر ويبتدي ايه من الزيرو تاني، تمام؟ هنا هرسم ايه؟ هرسم الرجل الفريم هنا وهنا وبينهم ايه؟ التراس، تمام كده؟ طيب ناقص ايه بقى؟ ناقص الاول اعرف الماتيريال. احنا قلنا ان ده خرسانه واللي تحتيها ستيل، تعال نخش على ايه؟ اللي تحتيها ستيل دي وندوس موديفاي، او كنت ممكن تقول ايه؟ تدوس اد نيو ماتيريال، تمام؟ وتختار ايه؟ الماتيريال بتاعتك، التايب بتاعتك ستيل والريجن مثلا يونايتد ستيتس او شاينا، براحتك يعني اي حاجه. ممكن تختار من هنا، وممكن على طول تعدل هنا على طول ايه؟ الستيل من هنا على طول. تسميه ستيل وهنا الجوه بتاعتك بكام؟ 7.8.
وهنا سيب كل حاجه زي ما هي. ادام احنا لسه ادام انتوا لسه ما خدتوش اليانجست موديل للستيل لا انتوا خدتوها صحيح، انتوا خدتوها في الماتيريال اللي هي 2100 طن لكل سنتيمتر مربع صح؟ فاكرين الرقم ده؟ ده دكتور هدوء دايما يحفظه لكم 2100 طن لكل سنتيمتر مربع. المهم طب سيبوها ايه؟ سيبوا الكلام ده دلوقتي تمام؟ ادي الماتيريال خلاص؟ اوكي اوكي. نيجي بقى للسيكشنز بقى. خلينا نتفق هنا ان اي ترس واي فريم هنعرفه ايه؟ كفريم اليمنت او فريم سيكشنز تمام؟ هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي البلاطه اللي فوق دي والبلاطه اللي تحت دي. زي ما اتفقنا يا شباب قبل كده، البلاطه دي ليها كام بعد كبار وليها كام بعد صغير؟ احنا قلنا ان الفريم اليمنت بنمثله امتى؟ لما يكون عندي بعد كبير بالنسبه للبعدين التانيين تمام؟ وبالتالي انا عندي العمود ده طويل جدا بالنسبه لايه؟ لعرضه وايه؟ وسمكه تمام؟ او عرضه وسمكه تمام؟ طيب البلاطه بقى انا عندي الثيكنس بس او الدبس بتاعها هو بس اللي صغير، بيبقى مثلا 20 سم او 12 سم او 30 سم ايا كان ماشي، لكن عندك مساحتها يعني الطول في العرض كبير جدا، طولها كبير وعرضها كبير، فدي ساعتها بنستخدم اليمنت اسمه ايه؟ اريا اليمنت او شيل اليمنت تمام؟ فاحنا هنعرف كام سيكشن في الاريا، ادي بلاطه اثنين يعني اعرف سيكشنين، هعرف كام سيكشن في الفريم، ادي واحد للترس اللي انتوا شايفه هنا، وادي واحد اللي هو الاي بيم ده للفريم ده، وفي كمان واحد للفيرتيكال بريسنج، وفي واحد للهوريزونتال بريسنج تمام. يبقى كده عندي كام واحد؟ اربعه فريم اليمنت واثنين ايه؟ اريا اليمنت. طيب اول واحد ايه؟ اول تراس سيكشن ار بايب سيكشن كذا. انا طبعا هنا ما اديتكش القطر بتاع البايب سيكشن هنا كام؟ هناخده كام؟ 0.6 متر تمام؟ البايب 0.6 متر الدايمتر، والتخانه بتاعتها 0.3 ملي 0.3 سم او 3 ملي تمام؟ تاني يا شباب التخانه دي من هنا لهنا 3 ملي، الدايمتر من بره 0.6 تمام؟ ندوس ايه بقى؟ ندوس اد نيو بروبرتيز. المره دي ستيل بقى مش ايه؟ مش خرسانه صح؟ نختار ايه؟ بايب نسميه ايه؟ تراس سيكشن، وده نوعه بي يعني بايب ايكوال، او نخليه حتى الدايمتر بيساوي 0.6. ده اللي هو الحاجات التراس نفسها. التراس ذات نفسه. تمام؟ نوع ايه هنا؟ ستيل. الاوتر دايمتر 0.6. والتخانه كام؟ 0.003 متر. تمام؟ طب ما احنا هي 0.6 دي برضو كبيره شويه، يعني احنا ممكن نخليها 0.4. خلاص كده يا شباب؟ تمام كده؟ وتخانه ال 3 مللي 3 مللي 3 مللي احنا ممكن نخليها 5 مللي اوكي. تمام؟ يبقى 0.4 يعني 40 سم دايمتر تمام؟ وايه؟ و 5 مللي السم. 5 مللي السم تمام؟ على فكره السكشن ده كبير جدا. تخيل نص متر وخمسه يعني نص سنتي، تخانه نص سنتي حديد. انت يعني اللي مش متخيل يا شباب، اللي مش متخيل هيتخيل الوضع ده لو نزل بنفسه موقع وحب يشيل مثلا سيخ قطر مثلا 18 يعني 1.8 سنتي، حب بس يشيله من على الارض مش هتعرف ترفعه اصلا على الارض. كل ملي من الحديد بيفرق، كل ملي بيفرق تمام؟ اوكي هنا بس هعدل الاسم بس هخليه 0.4 خلاص كده وندوس اوكي. ايه تاني؟
كان عندي رجل الفريم ده تمام. السكشن بتاعي عامل ازاي اهو، انا محدد لك بقى الابعاد. تروح هنا، ده طبعا كان اي صح، شبه دي اللي هو اسمه وايت فلانج، اي او وايت فلانج، تدوس عليها تسمي ايه، تسمي ده اسمه فريم ليج تمام، وده مصنوع من الستيل. نيجي بقى هنا بقى بيقول لك ايه اوتسايد هايت. يعني ايه اوتسايد هايت؟ ها يعني ايه يا شباب؟ يعني من هنا لهنا، مش من هنا لهنا تمام، من فوق لتحت. يعني اللي كام؟ يعني 600 مللي زائد ايه؟ زائد 3 زائد 3، خلاص كده؟ يبقى 600 زائد 3 زائد 3 اللي هي كام؟ 0 يعني 0.606 صح كده؟ وبهنا 0.606. طيب التوب فلانج ويدث يعني ايه؟ يعني عرض الفلانجة اللي فوقانيه تمام؟ 0.35 نروح هنا 0.35 نيجي هنا تاني. طالب ايه تاني صحيح؟ التوب فلانج سيكنس اللي هو كان كام؟ 3 سنتي. ايه ده انا عملت 3 مللي؟ انا اسف يا شباب، دي مش 3 مللي يا شباب، دي 3 سنتي، انا اسف. او 30 مللي، انا اسف، دي 30 مللي، تبقى الثانيه 0.66 نعم. لا هو اللي بيقول لك، مش انا اللي مختار. يعني انا دلوقتي بتخيل ان عندي مصنع ماشي بالسكشنز دي تمام، عايز امثله. انا الهدف الرئيسي هنا ايه؟ ان انا امثل حاجه 3 دي كومبليكيتد شويه تمام، بسكاشن مختلفه، خلاص كده. مش عايز اطلع لديفورميشنز، ولا عايز اطلع فورسز، ولا عايز اعمل اي حاجه، انا بس عايز امثل صح واحط اعرفكم بس ايه ازاي الدنيا ماشيه تمام كده. تاني يا شباب، هنا دي 30 مللي، يبقى الهايت 0.66 والسكنس بوينت كام؟ او 3 تمام، اللي هي 30 مللي او 3 سنتي تمام كده. نيجي الويب ويدز، يعني ايه تخانه الويب دي قد ايه؟ 1.2 ايه؟ برضه مش ملي، سنتي تمام. عايز هنا حاجه مش شايفاها، دي 0.66 وهنا ده 0.35 وتحتيه 0.03 وبعد كده تدخلها هنا كام؟ 0.012 اللي هي كام؟ 1.2 سنتي. طيب البوتوم فلانج برضو نفس التخانه بتاعت التوب فلانج او نفس الويت وبرضو نفس الايه؟ نفس التخانه. اوكي كده؟ اوكي. بعد كده في ايه؟ في سيكشن تاني. الفيرتيكال بريسنج اللي هو الايه؟ اللي هو الرجل 100 في 10. يعني ايه رجل 100 في 10؟ يعني انت عندك رجل كده او انجل الرجل بتاعها 100 وهنا 100، يعني 10 سم و10 سم، والتخانه بتاعتها ايه؟ 1 سم. يبقى تروح هنا تقول ايه؟ تقول ايه؟ اد نيو سيكنش سيكشن، وتقول ايه؟ انجل. الانجل دي بتاعت ايه؟ بتاعت الفيرتيكال بريسنج اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ بريسنج ده اللي هو ايه؟ البريسنج ده ما هو ايه؟ يعني هي انجل، هي زي ما انت شايف هي انجل. البريسنج ده حاجات كده كروس تمام، بحيث ايه لما تجي له الرياح. ايوه هي انجل ولا بتبقى ايه؟ هي بتبقى انجل كده ولا بتبقى بمعنى يعني ايه خطوه مستقيمه؟ ايوه تبقى زاويه، هي تبقى زاويه. بس انا عندي هنا، انا هنا اعملها خط للتسهيل بس، يعني ده كانه بلان من فوق قوي، فانت هتشوف خطوط مش هتشوف ايه؟ مش هتشوف ديتيلز. فاهم قصدي؟ فاهم ولا لا؟ يعني هنا
يعني هي زوايا كده ومربوطه بحاجه من نفس المنظر. هنا هنا كل ده متربط ببعضه بمسامير وبليتس وكلام من ده. سيبك من الكونكشنز دي دلوقتي، مش هنخش في الكونكشنز دلوقتي. بس دي مش هي اللي عامله زي ما بقول لك توسيعه الحرم كده عند الكعبه. بص كلمة بريسنج دي يعني ايه؟ كلمة بريسنج دي دايما بتستخدم للحاجات اللي هي بتقاوم السكندري لودز، زي ايه؟ زي الرياح. الرياح ده في الغالب بتبقى ايه؟ بتبقى سكندري لودز، تمام؟ فالحاجات اللي بتستخدم ان هي تمسك المنشأ مع بعضه بحيث يقاوم الرياح اسمها بريسنج، تمام؟ بتبقى دايما كورسات كده او مثلا ثمانيات او سبعات، تمام؟ عند الجيون، عند الجيونز نفسها لا الكروس سيكشن. يا بص الكروس سيكشن بتاع الخط ده كده، الكروس سيكشن بتاعه ده ايه؟ ال. بس انا موري لك السنتر لاين كاني برسم سنتر لاين، ماشي؟ لكن الكروس سيكشن بتاعه ايه؟ ال. يعني مثلا هل الخط ده هو الاي؟ لا، ده السنتر لاين بتاع الاي. انا كنت عايز ارسمه اي كنت رسمته لك اي، تمام؟ زي ما كنت بترسم في الستيل بقى، بس حل لي بقى لما ترسم الكلام ده، تمام؟ يكفي جدا ان انت تعمله كده خطوط سنتر لاين وتقول له بس ان ده السكشن بتاعه كذا، خلاص كده؟ الديتيلات بعد كده تيجي فين بقى؟ في الحاجات اللي هي الكونكشن، ازاي يربط مثلا التراس مع الاي ده، ازاي هو يربطه، تمام؟ الديتيلات دي انتوا كنتوا برضه بتاخدوها في الستيل، اللي هو مثلا في كذا زاويه مع كاسيت بليد متربطه بكام مسمار، دي كلها ايه؟ دي كونكشنز. انا مش عايز الكونكشنز دلوقتي، انا عايز الاليمنت بتاعت الايه؟ بتاعت الممبر، بتاعت المصنع. طيب احنا وقفنا فين؟ وقفنا عند الفيرتيكال بريسنج انجل 10 سم في تخانه سنتي. فالفيرتيكال اوتسايد ليج بايه؟ ب 10 سم، يعني 0.1 متر. وهنا نفس الكلام 0.1 متر. التخانه بكام؟ 0.01. وهنا التخانه بكام؟ 0.01. تتاكد ان الايه؟ ان الماتيريال هنا ستيل. بص شباب هنا، بص على الداتا شو، هنا الماتيريال ايه؟ ستيل. اوكي؟ تدوس اوكي. ده الايه؟ ده الفيرتيكال بريسنج اللي هو فين؟ اللي هو في الواي، اللي هو في الواي زد. اوكي سلام معايا. بعد كده الهوريزونتال بريسنج اللي هو كان 150 في كام؟ 150 برضو في 10. ادي الهوريزونتال بريسنج اتش زد بريسنج 0.1 0.1 0.01 و 0.01. تمام كده يا شباب؟ خلصنا كده ايه؟ خلصنا كده كل السكشنز بتاعت ايه؟ بتاعت الفريم اليمنت. ندوس اوكي. ناقص ايه؟ ناقص تعرف السكشنز بتاعت الاريا اليمنت اللي هي ايه بقى؟ اللي هي البلاطه، السقف والبلاطه. انا عندي فوق على ارتفاع 8 متر عندي كوروجيتد شيت السكنس بتاعه ايه؟ 3 مللي، صح؟ طيب انا قلت هنستخدم ايه بقى المره دي؟ هنستخدم حاجه اسمها الاريا اليمنت او الاريا سيكشن. فين بقى الاريا سيكشن؟ برضو من ديفاين سيكشنز في ايه؟ اريا سيكشن. هتدوس عليها هيسألك، هيقول لك شيل ولا بلان ولا ايه سوليد؟ لا احنا دايما بنستخدم ايه؟ شيل، تمام؟ اد نيو سيكشن. هيسألك هو بص اريا، الاي دي اختصار اريا، وسيكشن سيك دي اختصار سيكشن، وواحد ده اللي هو ايه؟ التركيب بتاعه. ده الديفولت سيكشن بتاعه. هيسألك بقى اسمها ايه؟ اول حاجه سميها ايه؟ كوريجيتد شيت 3 ملم، تمام؟ فينا شويه اختيارات، التايب بتاعها سن ولا سك ولا بليت ولا بليت سك والكلام ده. احنا في الغالب
شغلنا بلاطات وكده بيبقى ايه؟ شيل وسن. تمام؟ شيل وسن. طيب بعد كده يقول لك الماتيريال بتاعتك ايه؟ ستيل ولا خرسانه؟ هي الاولانيه ستيل اللي هي على بعد 8 متر ستيل. تمام؟ ممكن يكون الستيل كذا نوع من الستيل، يعني ممكن هنا لما افتح يبين لي مثلا ستيل ليه مقاومه معينه، ستيل ثاني اقل مقاومه وهكذا. في المعتاد، في المعتاد ان الكورجيت شيت دي يا شباب بتبقى معموله من ستيل اقل ايه؟ اقل في المقاومه شويه. بس ايه، خلينا ايه نسكيب الحته دي، يعني هو ايه؟ ستيل وخلاص. تمام؟ التخانه بتاعتها كام؟ 0.003 متر او 3 ملم. تمام؟ بص بقى هنا بيقول لك سيكنس في خانتين، في ممبرين وفي بندنج. والاثنين تحت قائمه السيكنس. ايه بقى الاختلاف بقى يا شباب؟ ايه ده؟ ايه الاختلاف من هنا لهنا؟ بص في المعتاد عندنا في البلاطه الخرسانات الخرسانيه اللي عندنا في المعتاد بندخل هنا زي هنا. يعني مثلا لو قالت بلاطه 20 سم فبندخل هنا زي هنا. تمام؟ تمام يا شباب؟ طيب. لكن في اوقات بتبقى في بلاطات مفرغه، بلاطات هولو مفرغه. تمام؟ حد يسمع الكلام ده؟ في بلاطات بتبقى مفرغه، ليه بتبقى مفرغه؟ ايه؟ بتبقى شبه التوب كده، بتبقى مفرغه مثلا فراغات مثلا دواير او فراغات مربعات ايا كان، بس هي بتبقى مفرغه. تمام؟ ايه لازمه البلاطات المفرغه او بيستخدموها امتى؟ اوقات بيبقى الاسبان كبير جدا فبيضطروا يحطوا بلاطه سمكها كبير جدا. بس المنطق بيقول ايه؟ كل ما انا كبرت سماكه البلاطه كل ما وزن البلاطه ذات نفسه زاد. تمام؟ كل ما البندنج مومنت برضه على البلاطه بيزيد. تمام؟ يبقى انت ايه بتقعد، هي سلاح ذو حدين، انت بتزود السكنس عشان تقاوم ايه؟ يعني تقاوم بندنج مومنت، ماشي؟ في نفس الوقت انت بتزود لود فبتجيب بندنج مومنت تاني. فاهم؟ يعني انت بتيجي زي ما تقول ايه، بتيجي تلحقها من هنا تبص من الناحيه الثانيه وهكذا. تمام؟ فالحل ايه؟ فيروح عامل البلاطه دي في السكنس اللي هو عايزه، بس يروح مفرخها من الماتيريال اللي جوه. تمام كده؟ يفرخها من الماتيريال اللي جوه. هو عمل ايه كده؟ اداله الريجيديتي اللي عايزها لكن قلل ايه؟ الويت بتاعها. فاهمين الفكره ايه؟ تمام يا شباب؟ فاهم يا مروان؟ تاني تخيل ده كده، تخيل ده كده، دي ستيل. تمام؟ وفي نفس الوقت يعني خل دي هي الستيل، ماشي؟ ودي ورقه، ده ورق. تخيل انا عايز ابني ده كده، مش هيتني، صح؟ ليه؟ الدبس بتاعه كبير، مع ان ده ورق، الماتيريال بتاعته ورق، بس مش عايز يتني. لكن لو ده ستيل اجى اتنيه هيتني معايا، صح؟ ليه؟ مع ان ده ستيل. طب ليه؟ عشان السكنس هنا بتاعه اللي بيقاوم البندنج قليل. تمام؟ فحته المقاومه في البندنج دي فانكشن في ايه؟ في الدبس بتاعه. تمام؟ فمش هيجرى حاجه لو انا فرغت الماتيريال دي من جوه. فرغتها من الماتيريال بتاعها، قللت الوزن بتاعها. وحافظت على الايه؟ على الدبس بتاعي. تمام؟ تمام يا شباب كده؟ طيب فهنا بقى بيقول لك ايه بقى؟ كلمه بندنج دي منها بياخد ايه؟ الاستيفنس بتاعه او السكنس اللي هو هيقاوم بيه البندنج. تمام؟ ده ايه؟ من كلمه بندنج دي. طب الممبرين هياخد السكنس اللي هيضربه في الجاما عشان يديني الويت. تاني يا شباب، البندنج من الاخر كده، البندنج هيحسب منها الار، الممبرين هيحسب منها الايه؟ الويت. ماشي؟ الاي دي اللي هي الايه؟ الانيرشيا. طبعا انتوا عارفين يعني ايه انيرشيا، اللي هي تي تكعيب على بي اف بي على ال 12. طيب الممبرين هيحسب منها الايه؟ هيحسب منها الويت. يعني ايه؟ يعني هيضرب التي دي في الجاما هيدي له ايه؟ الجاما دي اولا بكام؟ حاجه لطن متر كل طن متر كل مراقب كل متر مكعب. لما تضرب في سيكنس يعني تضرب في متر، يبقى طن متر لكل ايه؟ قصدي طن على كل متر ايه؟ مربع، يعني لود ايه؟ ديستريبيوتد. تمام كده؟ تمام يا شباب؟ تمام؟
انت احنا بنعمل موديل دلوقتي للمنشا ده، فاحنا هنعمل يعني ايه، نحاول نبقى يعني نعمل موديل دقيق شويه. خلاص كده تعالى شباب تاني في الخرسانه، في البلاطات الخرسانه، يعني مثلا البلاطه اللي فوقنا دي لو خرسانه سمكها مثلا 18 سم، البلاطه اللي فوقنا دي مش مفرغه، فهتحط هنا 8.18 وهنا بوينت ايه 1.8. ليه؟ لان مش مفرغه، فهو السيكنس اللي هياخده اللي هياخد منه الويت هو السيكنس اللي هياخد منه ايه الانيرشا. طب تخيل بقى كانت مفرغه، كان في البندنج هحطها 0.18، لكن في الممبرين تعمل ايه بقى لو هي مفرغه؟ تاخد حاجه افكتيف، صح؟ اللي هو ايه الافكتيف ده؟ تسيح كل الماتيريال كده على شريحه وتاخد ايه السيكنس افكتيف. فاهمين الفكره ايه؟ معايا ولا لا؟ تمام؟ تمام كده. طيب هنا بقى الشيت ده يا شباب الممبرين اللي هو الكورجيتد شيت ده بيحطوه جاست ان هو يعمل ايه؟ يغطي بس تغطيه من فوق للمطر والشمس والحشرات والكلام ده. تمام؟ هو بسقف بس فوق كده، مجرد بس تغطيه، محدش هيطلع فوقيه. خلاص كده؟ فاذا الانيرشيا بتاعته مش هيشارك بيها. ماشي؟ هو ضعيف جدا في الانيرشيا. خلاص؟ لكن هناخد الوزن بتاعه اللي هو 3 ملي متر ده هناخده كامل، عشان هو طبعا مش مفرغ، مفرغ ايه ده كله 3 ملي. اذا انا هنا هعمل ايه بقى؟ هاخد الممبرين بتاعي اللي هو اللي هاخد منه السكنس اللي هاخد منه الوزن 0.003. هنا ممكن تحط 0.003، بس انا عايز احسس الاستراكشر ان مفيش حاجه فوق تشارك معاه في الايميل، يعني مفيش حاجه تقاوم فوق، كانه مش موجود في المقاومه لكن موجود كايه؟ كويت. ماشي؟ فاحط مثلا بوينت اضعفه بقى خالص 0.001. تمام كده؟ انا كده عملت ايه؟ انا ضعفت كده، هيدخل معايا كوزن. انا عايز ادخل وزن بس مش عايزه يشارك معايا في ايه؟ في الديفورميشن او يشارك معايا في المقاومه. لا لا، انا ممكن احط مثلا وزن كبير جدا، ده بقى ايه فكره السعر. انا ممكن احط مثلا بلاطه دي وزن عليها مثلا، يعني مثلا البلاطه دي مثلا كام؟ 0.18. تمام؟ انا ممكن اخليها تشارك بنفس الوزن في السن بتاعها في الوزن اللي هو 0.18 في القامه، بس في الانيرشيا ممكن اكبرها جدا وممكن اصغرها جدا، يعني لو صغرتها كانها مش موجوده، هي موجوده كوزن بس مش موجوده ايه؟ كعنصر رابط لي ايه؟ العمدان ببعض. هقول لك ليه؟ هستفيد ايه؟ هستفيد ان دي مور كريتيكال. تخيل كده معايا ان انا في بلاطه انيرشيا بتاعتها كبيره مربوطه باربع عمدان، وبلاطه ثانيه انيرشيا بتاعتها ايه؟ صغيره مربوطه باربع عمدان، انهي الديفورميشن هتبقى اكتر؟ اكيد ايه؟ الانيرشيا بتاعتها صغيره. طيب انهي الكريتيكال اكتر؟ ها؟ الصغيره. تمام؟ طيب هنا بعمل ايه بقى؟ هنا انا بقول لك ده كورجيتد شيت حاجه 3 مللي فوق تغطيه، هي مجرد تغطيه مش عنصر غير انشائي. من الاخر كده هو عنصر غير انشائي، مش بيشارك معايا في ايه؟ في الديفورميشن ولا في المقاومه. تمام؟ هو مجرد تغطيه. خلاص كده؟ فانا هاخد منه الوزن فقط وهعمل ايه؟ مقاومته. انا سيدي مش عايزك تشارك معايا خالص في المقاومه، فهصغرها على قد ما اقدر. تمام؟ ها؟ لان المقاومه بتاعتها اقل، المقاومه بتاعتها اقل. انا عندي دلوقتي زي ما ضربت مثال اهو، انا عندي دلوقتي ده مثلا ستيل، جيت اعملها اعمل له بندنج كده هيتني في ديفورميشن. طب دي ورقه ماشي وجاي اعملها كده عشان يتني ليه؟ السكنس بتاعي بيفرق، الاي اللي هي تي تكعيب في بي. تمام؟ تخيل تي مثلا هنا 1 متر وهنا بوينت 1 متر، بوينت 1 متر اس 3 بوينت او او 1، طب 1 متر اس 3 ب 1. فاهم الفرق؟ فرق كام؟ 1000. تمام؟ تمام يا شباب؟ بصي هي مدرستين، في مدرسه في اليابان، مدرسه اليابان ومدرسه امريكا، كان زمان الدكاتره تقولوا لنا كده، مدرسه اليابان ومدرسه امريكا. اليابان ادام هي اليابان فيها زلازل كتير جدا. تمام؟ فبيعملوا ايه؟
فيعملوا منشآت ما تتهدش بس تاخد الديفورميشن دي ايه. يعني لو تفتكروا كان بيقول لك اليابان بتحط المباني على سوست، هي مش سوست، هي مش سوست بمعنى السوست يعني، لا هو بيحط المباني على فاونديشنز بحيث ان هي لما تتعرض لزلزال قوي جدا مش ما تاخدش الفورسز كلها كانترنال فورسز، لا تاخد الفورسز وتبدا تتحرك، تبدا تديفورم. الديفورميشن المسموح هناك كبيره، يعني مثلا ممكن تلاقي مثلا وانت قاعد في المبنى اتحركت مثلا 10 12 سم مثلا وانت قاعد كده. على فكره برج دبي، برج دبي التب بتاعته بتتحرك على ما اتذكر يا اما 0.6 متر يعني 60 سم، يا اما 1.6 متر التب بتاعته. يعني لو واحد فوق نتيجه الرياح هيلاقيه بيروح ويجي ايه 60 سم رايح جاي. تمام. اي مبنى عالي لازم يتحرك، مفيش مبنى في الدنيا، مفيش مبنى في الدنيا ما بيتحركش، مفيش مبنى في الدنيا ما بيتحركش. تمام. اي مبنى واي مبنى عالي بالذات لازم تلاقيه بيتحرك، وكل ما طلعت فوق كل ما كانت الادوار بتتحرك ايه اكتر. تمام. لذلك يهمنا جدا 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 في اي مبنى يتعدى يعدي 10 ادوار مثلا نبدا ناخد ايه تاثير الرياح فيه. تمام. ليه؟ لان اول لما المبنى يعلى الزلازل بتبقى مش هي الحاكمه لكن الرياح هي تبقى حاكمه. ليه؟ لان عندي اريا كبيره طول كبير الرياح بتزق بقوه رهيبه جدا خصوصا لو فوق، يعني مثلا عندك برج دبي ده 800 وشويه متر. تمام. الرياح سرعتها عاليه جدا فوق فتاثر تاثير كبير جدا وهكذا. تمام. تبقى اكتر من الزلازل. اوكي كده. انا هبقى اوريكم فيديو كده لبرج دبي، هوريكم يعني ازاي هم طريقه البناء بتاعته كانت يعني طريقه بنت لذينه. اول حاجه بنوه على يعني زي تيوبس كده، تيوبس طالعه حوالي تقريبا 6 او مش فاكر والله الرقم كمان. يعني هو اصلا البناء بتاعه ده لوحده يتدرس، طريقه البناء بتاعته تتدرس. تمام. زي ما بقول لك النقطه اللي فوق بتتحرك على ما اتذكر يا 60 يا متر و60 مش فاكر بالظبط، ايا كان 60 سم. تخيل انت قاعد كده بتتحرك 60 سم، انت بتبقى في البيت والزلزال بس يقوم يعني ملي 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 كده تلاقي نفسك ايه اترعبت وعايز تنط من الشباك. ماشي. الناس حتى اللي اكيد اللي زارت برج دبي اكيد هتحس بايه بالكلام ده. طيب يا شباب ده كورجيت شيت 3 ملي. اوكي نايس. ايه بقى نايس؟ كان في هنا بلاطه، هنا بلاطه خرسانه بقى اللي هي البلاطه اللي احنا هنقف عليها اهو بالظبط عشان دي بس تكونوا تكونوا متخيلين. ده عباره عن مصنع، الدور ده 3 متر زي اي شقه عندنا، الارتفاع تقريبا 3 متر. تمام. ده دور ماشي في الاداره بقى والكلام ده خلاص كده. واللي تحت ده بقى ايه؟ دي شويه المعدات وكده. تمام. طبعا المصانع بتبقى اعقد من كده بكتير، يعني اعقد بالشكل ده، بس انا بقول لك لو انت عرفت هتعمل ده هتعرف تعمل ايه اي حاجه ثانيه. هي الحاجات الثانيه تبقى ايه؟ هيركب لك جنبيها مثلا هنا مثلا حاجه للتخزين، هيحط لك كمان دور زياده، فاهم؟ فمش حاجه جديده يعني. فخلينا نعمل ده وبعد كده اي حاجه ثانيه هي مجرد ريبليكيت وموف وكلام ده. طيب البلاطه اللي انت هتقف عليها دي او الناس اللي هتقف عليها دي خرسانه بقى. تمام. السكنس بتاعها كام؟ هنحطه 18 سم ومش مفرغه، يبقى احط في الممبرين زي الايه؟ زي البندنج. يبقى اد نيو سيكشن، المره دي خرسانه. تمام. السكشن بتاعها ايه؟ اسمها مثلا هي تاني اسمها كورجيت شيت، نسميها مثلا 0.18 سلاب. تمام. وبرده شل وسن، هنا 0.18 وهنا 0.18. تمام كده. ودي من الخرسانه زي ما اتفقنا. اوكي اوكي طيب كده جاهز. ايه جاهز للرسم. بص بقى شباب كله بص هنا بقى، كله بص هنا. هنرسم ايه اول حاجه؟ هنرسم الفريم صح. عندي واي بكام؟ عندي واي بزيرو في البلان اكس زد. نرسم الفريم. اول حاجه لازم تتاكد ان انت ترسم بايه؟ بالسكشن بتاعك. انا عندي هنا كذا سكشن بقى، هرسم بقى سكشن فريم ليج. تمام. نبتدي نرسم من هنا لهنا الفريم ليج اللي هو رجل الفريم. تمام يا شباب.
وانتر. ومن هنا نعم مش سامع ولا اي حاجه. لا اللي هو كان اي كان اي. تمام يا شباب ادي كده ايه رسمت رجل الفريم. تمام عايز ارسم التراس. نختار من هنا التراس سيكشن. تمام ونعمل ايه اول الاخر الاول الاخر هنمشي كل ده من برده ولا اخد الاول اعمل الاول الاخر وبعد كده نقسمه براحتنا. خلاص عايز تعمل كل ممبر براحتك يعني هي هي. شباب شباب ممكن طيب شباب ممكن بس تبصوا لما ارسم انا اخلص التراس تبصوا هنا وبعد كده هديكم فرصه ان انتوا ترسموا وبعد كده ارسم البريسنج وانتوا ترسموا وهكذا. خلاص لازم بس دلوقتي تبصوا عليا هنا. طب يا شباب بصوا هنا طيب بصوا هنا الاول بصوا كله يبص هنا. اولا رسمت رجل الفريم هنا وهنا للسهوله للسهوله برضه عشان تبقى متابع. ممكن هنا ترسم تضغط على المربع اللي عليه صح ده تضغط عليه تيجي عند الفريمز تعلم على السكشن. ليه تعلم على السكشن؟ يبين لك انت بترسم بانه سكشن. تمام كده دوس اوكي اهو كتب لك هنا الفريم ليج وهنا فريم ليج وهنا فريم ليج وهنا فريم ليج وهنا سكشن اللي اسمه ايه التراس. عشان كده لازم تكون مسمي السكشن بتاعتك تسميه صح. كله بقى يبص معايا هنا نكمل رسم لسه في الايه في التراس. ادي ايه هنا وهنا 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 وهنا. على فكره كنت ممكن اعمل ايه بص كده كنت ممكن اعمل ايه اختار ده بس كده اديت للسهوله برضو يعني اديت ريبليكيت انا هكرره في اتجاه اكس صح ولينير يبقى في اتجاه اكس يبقى الدي اكس بكام او المسافه اللي انا هكررها عليها بكام باتنين ان هي كل اتنين بيتكرر فاتنين. الانكريمنت داتا ها لا ده ما بيقول لك ايه بقى ده بيقول لك يعني هتكرر عنصر يعني هو على بعد اتنين ده هتكرره مرتين ولا ثلاث مرات. انا هكرر هو واحد بس مره واحده بس تمام فهو واحد خلاص ماشي واحد فهو يكتب لك هنا تمام. لكن انا عايز اعمل له ايه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة يبقى كم مرة ستة تمام. واحد يكرروا لي مرة واحد على مرة واحدة على بعد كام اتنين متر دوس اوكي تمام كده خلص. وبعدين ترسم بقى الايه السبعة والثمانية دي معايا يا شباب. خلصت الايه خلصت التراس بس ده لسه مش تراس لسه البرنامج ما يعرفش ان ده تراس. بتعمل ايه اول حاجه قبل ما تروح تعمل الريليز تروح تعمل ايه ديفايد واوعى تختار الحته بتاعت الفريم دي تمام. نعمل ديفايد اديت اديت لاينز ديفايد فريمز الانترسكشن اوكي. بص حتى لما عملت ديفايد هو فهم ان كل ممبر لوحده مستقل بذاته تمام. ولذلك ايه الاسامي بص كبرت ازاي. طب انا عايز اصغر الايه الشكل ده الخط ده اقول ايديت دايمنشنز خليه بدل ما هو ثلاثه خليه مثلا واحد هذا ما غيرهاش يبقى نصغر الماكسيموم ماشي يا شباب مش مهم. طيب هو صغر صح؟ انا عايز اصغره بحيث ان كل واحد مستقل بذاته.
خليه مثلا واحد وواحد. ايا كان المهم يعني ده في الاخر ايه شغل جرافيكس ملناش دعوه. طيب يا شباب نايس بقى نايس، تروح مختار كله تاني وزي ما قلت اوعى تختار ده ماشي عشان هنعمل الريليز بقى وده اصلا تبع الفريم، فنروح مختارين كل ده اساين فريم ريليزز نعمل ريليز ايه للمومنت ام 2 وام 3. اوكي تمام كده يا شباب. اوكي شباب كده ها معايا ادي ترص في النص وادي الرجل الفريم وادي رجل الفريم. ده اللي هو السكشن اللي هو البايب. طيب يا شباب كويس. طب هنا كان ايه؟ هنا كونديشن كان ايه؟ سبورت يعني كان ايه؟ كان فيكسد فيكس، فنروح نعملها ايه؟ فيكسد فيكسد. سؤال ها يا شباب معايا حد كده؟ حلو ايه؟ الاثنين فيكسد. بعدين يا شباب بنعمل ايه؟ عايزين نرسم بقى الكلام ده. يعني انت بص يعني عايز تدوس تدوس عليه دوس تدوس كانسل اوكي دوس يعني شوف كده الكانسل دي بدل ما تدوس كده دوس كانسل. ده غير اللي انا لاحظته. طب بص اعمل اعمل بسكشنز يعني عشان غلط وغلط لا يعني خليه بس ازاي تتعلم بس تعمل الشكل بعد كده ندخل السكشنز تمام. معايا كده يا شباب؟ شباب كل عمل اللي انا عملته؟ شباب كل عمل ده؟ عمل الفريم وعمل التراس؟ حلو يا شباب مش عايز الصوت بقى. نيجي هنا بقى نيجي نعمل البلان يعني في اكس وواي هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ده لحد هنا يعني هنعمل كل ده لحد ايه؟ لحد الايه؟ بدايه جديده للتراس تمام؟ فنروح ايه للساب نجيب البلان اكس واي عند الزد بكام بقى؟ بزيرو ولا بخمسه ولا بثمانيه؟ ها؟ عند الزد بكام يا شباب؟ بثمانيه. يبقى تطلع عند الزد بثمانيه تعمل زوم ان يبقى انا هرسم منين؟ من جي لكي تمام؟ نبص بقى كان شكله عامل ازاي؟ كان في ممبرز اللي هو البريسنج تمام؟ ده الهورزونتال بريسنج كل كام؟ كل 2 متر. فنروح نرسم ايه؟ ده كده ممكن تقعد ترسم ايه؟ كل 2 متر صح؟ رسمته بايه بقى؟ بتراس؟ انا رسمته بايه؟ بتراس؟ تتاكد ان هنا السكشن اللي انت بترسم بيه ايه؟ الهورزونتال بريسنج تمام؟ ده الهورزونتال ده اللي في اتجاه ايه؟ اكس واي. وابتدي ارسم خلاص؟ وايه تاني اللي هيتكرر معايا؟ اللي هيتكرر البريسنج هنا صح كده؟
واعمل ايه بقى انا بقى؟ اروح مختار ده واعمل ريبليكيت لكل 2 متر كم مره بقى؟ 1 2 3 4 5 6 7 وفي الاخر نرسمه احنا يعني في الاخر احنا نرسم ايه؟ المنبر الاخير. ده وده ده لا ده ده اللي انت اصلا رسماه. اولا اتاكدي ان انت على زد بيساوي 8 اتاكدي بس تمام. الخط ده لسه انا رسمه بقى لسه الخط ده والاكس دي لسه انا رسمها بايه؟ بالسيكشن بتاع الفيرتيكال بتاع الهوريزونتال بريسنج. تمام يا شباب نرسم ده بالمره عشان ايه يبريكيت معانا ونختار الكلام ده كله بعد ما رسمت ايه؟ اللي هو الاليفيشن. رحت جبت الفيو اكس واي دوس كده اكس واي وهاتي الزد بيساوي 8. تجيب الزد دي بيساوي 8 ازاي؟ اتنقلي بالاسهم دي لحد ما تلاقي هنا تحت هنا بصي تحت هنا الزد بيساوي كام؟ 8. زد بيساوي 8 تمام؟ شباب عايزين نشتغل اسرع عشان لسه عايزين ندي حاجه كمان. خلاص كده؟ فانا رسمت كل السكشن كل الممبرز دي بايه؟ بالهوريزونتال بريسنج سكشن. هختار الكلام ده واعمل له ريبليكيت في اتجاه اكس كم مره؟ 1 2 3 4 5 6 7 يبقى ايه 7 مرات. الديستانس كام؟ 2. تمام كده يا شباب؟ لينيا خلاص كده يا شباب؟ ده 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 يا شباب لسه حسام قايل لي ايه؟ في خط من هنا لهنا اللي هو البيم برضو اللي هي الهورزونتال بريسنج من هنا لهنا. تمام يا شباب؟ ها معايا ولا لا؟ ما احنا لسه بقى نكمل اهو. بعد كده تعمل ايه؟ تروح ماسك ده كله والديفايد لاينز باللي هو هورزونتال بريسنج اللي هو كانت الرجل بتاعته 150 في 10. انت ما عرفتيش السكشن ده؟ طيب يا شباب كويس هنعمل ايه يا شباب بقى؟ هنقسم. هنقسم ازاي؟ بالانترسكشن. اوكي خلاص كده. وبعد كده نعمل ايه؟ نعمله تراس. مش ده كله تراس؟ سيكنس بوينت 01 اللي هو 1 سم.
خلاص شباب كده؟ فيرتيكال بريسنج السيفنس احنا لسه ما عملناش الفيرتيكال بريسنج اولا. طيب الفيرتيكال بريسنج السيكنس 1 سم اللي هي 0.01 الرجل بقى هنا وهنا 0.15 اللي هي 15 سم ماشي يا شباب. نعمل اساين كله معايا هنا بقى اساين فريم ريليزز مش هتفرق. طب هو انا لما باجي اعمل ايديت هتعملها كلها كروس بورد؟ طبعا انت لو حاطط لودز هتعمل باللودز. ما خداش اللي تحت دي هي اصلا اوريدي ليه معمول لها ديفايد. تاني حاجه اللي تحت دي خلي بالك ده الفريق التراس ماشي متخيله وهي معمول لها اصلا. بص انا ليه يا شباب ما رضيتش يا شباب بصوا هنا معايا ليه ما رضيتش ارسم كله في الاخر اعمل ديفايد واعمل ريليز عشان انا مش ضامن وانا بختار ممكن اختار الفريم ولا لا واعمل له ريليز يبقى مصيبه تمام يبقى بغير السيستم اصلا تمام كده يا شباب. طب ايه اللي ناقص؟ ما حدش يقول لي ريبليكيت دلوقتي. لا لسه هعمل ايه؟ ها لسه هعمل البلاطه اللي تحت البلاطه اللي تحت او البريسنج اللي تحت اللي هي على بعد كام؟ 5 فننزل لخمسه ونكرر نفس الكلام ده. طب ما دام هي هي ما انت ممكن تختارها وتدوس ايديت. بص هنا بقى ايديت ريبليكيت لينير المره دي مش في الاكس المره دي ولا في الواي المره دي فين؟ في الزد. بكام بقى؟ بنيجاتيف 3 والمره دي كام مره؟ مره واحده تمام كده يا شباب. يبقى انا همسك الحته اللي انا عملتها فوق دي هعملها تحت بريبليكيت وادوس اوكي. نيجي نبص بقى في ال 3 دي اتعملت معايا. بص انا كنت في الاكس واي في البلا في ال في عند زد بيساوي 8 وكنت عايز ارسم نفس الكلام ده على زد بيساوي 5 تمام. رحت عملت ايه؟ بدل ما اقعد ارسم كله تاني من الاول وجديد رحت جيت عند الزد بيساوي 8 اخترت كله وقلت هريبليكيت الكلام ده على عمق 3 متر يعني هنزل لايه؟ زد بيساوي 5. ما انا كله بقى اصلا بص انا برسم بس حاجه كده بتتكرر وكلها كررها خلاص على كده والمساله تخلص. البلاطه ايوه انا قلت لك اهو انا هكرر يعني بصي هكرر كل ده بعد كده ما كم مره ماشي. طب هو مش من تحت دي معموله من الكونكريت ده؟ ما هو الكونكريت معمول على ايه؟ على الفريم اليمنت اللي ماشي. لسه نعمل ايه اللي ناقص شباب؟ انا لسه عند 6 8 يبقى هرسم. بص بقى هنا بص شباب هنا بقى دي الحته دي ما قلتهاش قبل كده. بص هنا هرسم ايه؟ انا هنا فوق صح؟ هرسم الكوريجيتد شيت اللي هي على زد بتساوي 8. الكوريجيتد شيت دي بقى بتترسم من ايه؟ من درو ريكتانجل اريا او بولي اريا او كويك درو اريا تمام؟ ايه الفرق ما بينهم؟ ايه الفرق ما بينهم؟ الدرو ريكتانجل باينه جدا ان انت لو حاجه مربعه او ايه؟ او مستطيله. الكويك دي انت بص لو مسكتها كده ومجرد ما دوست كده هي ايه؟ هيرسم ايه؟ اريا تمام؟ الاحمر ده اريا يعني بص لو انا عملت فيل شايفين؟ دي كده ايه؟ كاني رسمت تمام؟ لكن انا مش هرسم بالكويك انا هرسم بايه؟ درو بولي اريا ده الايه؟ ده الاختيار العام زي ما بيقول ده الجنرال تمام؟
مهم جدا بقى تعرف ايه اتجاه الرسم. هو انت البوزيتيف زد عندك لفوق ولا لتحت؟ لفوق. يبقى انت لازم تمشي بحيث ان لما بحيث وانت بتلف يبقى البوزيتيف بتاعك لفوق. يعني ايه؟ يعني تلف ايه؟ مع عكس عقارب الساعه. تمام؟ ماشي. يعني هتمشي ازاي؟ تمشي كده 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 كده. تمام؟ يبقى لازم ترسم ايه؟ كده عشان تطلع في الاخر الزد بتاع الاريا هو نفس الزد بتاع الايه؟ الجلوبال اكسيس. تاني مش احنا اتفقنا ان احنا في حاجه اسمها جلوبال لوكال اكسيس وجلوبال اكسيس؟ تمام؟ لما انا لو انا رسمت اللوكال اكسيس بتاعت اليمنت عكس الجلوبال اكسيس ايه اللي هيحصل؟ ها؟ يبقى النتائج هتبقى ايه؟ معكوسه. تمام؟ يبقى انا هنا دوري ايه؟ ان انا هخلي الاريا بتاعتي الزد بتاعها مع الزد بتاع ايه؟ بتاع الجلوبال. تمام كده؟ طب ازاي؟ لازم ارسم عكس عقارب الساعه. ليه عكس عقارب الساعه؟ عشان انا دلوقتي لما بدور من اكس لواي بيديني زد. طب من اكس لواي ده بيدور ازاي؟ عكس عقارب الساعه. فعشان كده لازم ايه؟ ادور عكس عقارب الساعه. خلاص؟ او ارسم عكس عقارب الساعه. تاني هختار ايه بقى؟ هختار درو بولي اريا. اختار السكشن اللي انا هرسم بيه اللي هو ايه؟ كوريجيتد شيت. ارسم عكس عقارب الساعه، فين اولي واخري؟ انا هرسم من هنا لهنا لهنا لهنا. تمام؟ يبقى هرسم هلقط نقطه 1 2 3 4 ودوس انتر. ايه اللي حصل؟ اداني ايه؟ لونها ايه؟ لونها احمر. لو انت كنت رسمت العكس بص بقى كده 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 هيديك لونها ايه؟ رمادي. في فيرجنز بيدي لك مثلا لونها اخضر ايا كان يعني. تمام؟ يبقى لازم تدي لك ايه؟ لونها احمر. ليه ما رسمناش ايه؟ لا في الاريا بس هي اللي هي الحته دي بس بتختلف. ليه؟ لانك انت بقول لك لو رسمت الاريا من شمال يمين كاونتر كلوك وايز ماشي هيدي لك الايه؟ الاريا؟ لا احنا قلنا ان دي احنا عندنا سقف دلوقتي. تمام؟ ليه كام بعد؟ 3. في بعد منهم صغير جدا بالنسبه للاثنين التانيين. ده ساعتها بنستخدم حاجه اسمها ايه؟ اريا اليمنت. لكن العواميد والترصات والكلام ده ليه بنستخدم فريم اليمنت؟ عشان عندي بعد واحد بس هو اللي كبير بالنسبه للاثنين التانيين. تمام؟ تمام يا شباب؟ معايا كده؟ ها؟ حلو جدا. مش فاهمها. مش فاهمة ليه بنعملها اريا اصلا؟ بتعملي ايه؟ دي بالظبط يعني انا دلوقتي مثلت الفريم ومثلت الترس خلاص؟ طب انا عايز امثل البلاطه بقى او الكورجيتد شيت بيتمثل بايه؟ هل مثلوش بالفريم؟ لا. ليه ما مثلوش بالفريم؟ عشان زي ما قلت الفريم ده بيمثل العناصر اللي ليها بعد اكبر بكتير من البعدين التانيين. تمام؟ لكن الاريا اليمنت بتستخدم امتى؟ لما يكون عندي بعدين اكبر من البعد التالت، اكبر بكتير. تمام؟ فانا عندي دلوقتي كورجيتد شيت مساحه هنا 16 وجوه 30 صح؟ يبقى لازم استخدم ايه؟ اريا. تمام كده؟ واحد يقول السكنس فين بقى؟ السكنس فين؟ السكنس اهو. السكنس اللي هو ايه؟ اللي هي الحته اللي نازلها في الزد دي. تمام كده؟ ما بيبانش من الاخر. حضرتك من اول نقطه، بعد كده النقطه اللي بعديها، وبعد كده الاول الشكل تاني ولا لا؟ لا هنا. ايوه هنا 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 بعد كده ارجع تاني ودوست انت ما ترجعش تاني. ما ترجعش تاني نرسمه تاني. ركزوا طيب معايا عشان كده بقول لكم ركزوا معايا. بصوا يا شباب بصوا هنا كله يركز هنا. بصوا كله بص هنا من درو بولي اريا او اللي هو الشكل ده
ماشي؟ تختار الاريا اللي انت بترسم بيها اللي هو الايه 3 مللي دي، تلقط نقطه من الشمال وادوس وافضل ماشي. بص في خط ازرق كده صح، في خط ازرق اهو تمام، الاقط النقطه الثانيه وافضل ماشي، الاقط النقطه الثالثه، في الاخر الاقط النقطه الايه الرابعه. خلصت ماشي، ما تدوس كليك تاني بقى، لا تدوس ايه انتر. طب انا لو رجعت تاني بقى ده معناه ايه؟ ده هيمسح ده يعني، اصل بص هو المشكله ان هو بيرسم ازاي، بص يعني مش هتبان غير في اللون الابيض. تاني بقى الفريمات هتبقى عامل بقى مهم. بص عايز بس اغير اللون، ما هو بس خلاص. بصوا شباب، شباب بصوا انا بعمل ايه، هرسم اريا تاني من هنا اهو، اختار الاريا اللي انا عايزها، السكشن اللي انا عايزه، وابتدي الوط نقطه. ادي واحد، شايف الخط اللي معايا ده؟ اتنين، بص الخط يبقى خطين صح؟ ما قطهاش. اتنين بقى خطين اهو صح؟ ثلاثة، ها؟ اقفلها بايه بقى؟ اقفل بهنا. أربعة دوست عليها، ما دوستش بقى تاني في أي حتة، ما أروحش أدوس في أي حتة تانية، أروح أعمل إيه؟ إنتر. خلاص كده يروح رسم لي الايه، رسم لي الاريا معايا ولا لا؟ مين رسمها؟ مين رسم الاريا؟ انتوا رسمتوش؟ كله رسم؟ عمار رسم؟ ليه؟ طب يعني انت ما رسمتش معايا اول حاجه؟ طيب خلاص ماشي اوكي. طب انت فاهم؟ فاهم؟ متأكد؟ وقفني وقفني لو انت مش فاهم. رسمته؟ مش عامله احمر؟ اه عشان انت بصي عايزه تبينيها كده. شباب عايزين تبينوا اللي انا ببينه ده، تدوس ايه هنا العلامه الصح دي، وتيجي عند جنرال تختار ايه؟ في الاوبجكت ماشي، في الاوبجكت هيبين لك ايه الشكل ده. ده منين؟ من علامه الصح تختار ايه؟ في الاوبجكت عند جنرال. اوكي ماشي كده يا شباب. حلو تمام كده يا شباب ولا لا؟ حلو جدا كده. ناقص ايه؟ مش ناقص لنا الا غير ايه؟ اللي هو ايه؟ الفيرتيكال بريسنج صح ولا غلط؟ ناقص لنا الفيرتيكال بريسنج. ها؟ ناقص لنا الفيرتيكال بريسنج. ما احنا عملناها. احنا ما عملناهاش ولا ايه؟ اللي على مستوى خمسة دي بقى نعملها ازاي؟ برضو دروب ولي اريا، نختار السكشن بتاعي 18 سنتي سلاب، نبتدي نرسم نفس الطريقة من الشمال يمين، هلقط نقطة واحد، النقطة الثانية، النقطة الثالثة، النقطة الرابعة. تمام كده يا شباب؟ عايز تتاكد من السكشنز اللي انت رسمتها، تعالى هنا في الاريا اختار سكشن، هيطلع لك ايه؟ ان دي اسمها سكشن بوينت 18 سلاب، وفوق ايه؟ كوريجيتد شيت 3 متر 3 ملم ايه سلاب. تمام كده؟ حلو جدا. ايه؟ عملت تحت ايه؟ عملتها ريبليكيت، جبت اللي فوق
اخترتهم وعملت ريبليكيت ايه لنيجاتيف نيجاتيف 3 في الزد ماشي مره واحده بس. تمام يا شباب؟ يا شباب تمام ولا مش شباب؟ ايه اللي ناقص؟ اللي ناقص انا اعمل في الايه؟ الواي زد بقى نشتغل في الواي زد، ما اشتغلناش في الواي زد صح؟ البريسنج دي اللي هو الفيرتيكال بريسنج نبتدي فيها. ما احنا هنعملها هنا وهنا وبعد كده ايه؟ نريبليكيت كله مع بعض. ماشي؟ نجيب الايه بقى؟ الاليفيشن واي زد عند الاكس بكام؟ بزيرو. صح ولا غلط؟ احنا انا عايز هنا اضيف ويندو. بص يا شباب انا عايز ارجعها للاسود تاني ولا الابيض احسن؟ انتوا بالنسبه لكم كده كده هنا يا شباب الابيض ولا الاسود؟ تمام يا شباب؟ بصوا هنا يا شباب بقى انا هعمل ايه بقى؟ ها انا هعمل ايه؟ هبص من هنا، شايفين؟ من هنا اكس زد اكس زد عند الاكس بكام؟ قصدي واي زد عند الاكس بكام؟ بزيرو. يبقى هنا واي بلان واي زد عند الاكس بزيرو. نبتدي نرسم ايه بقى؟ الفيرتيكال بريسنج صح؟ نزوم نختار فريم الفيرتيكال بريسنج ونبتدي ان ايه بقى؟ مش قادر اقول ليه؟ نبتدي نرسم الايه؟ الفيرتيكال بريسنج من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا تمام كده؟ الكلام ده عند اكس بيساوي 0 وفين تاني؟ عند اكس بيساوي كام؟ الناحية التانية كان كام؟ 16 صح؟ الناحية التانية مش في النص، احنا مش هنعمل حاجة في النص، النص ده هيعدي بقى مكان والكلام ده، لكن هي من هنا ومن هنا، من عند اكس بيساوي 0 وعند اكس بيساوي كام؟ 16. يبقى ندور على اكس بيساوي 16 فين بقى؟ ايه؟ ده الفيرتيكال بريسنج اللي هو 100.15 اللي هو بوينت 1 ايه؟ اللي هي ال ال بيجي عند اكس عند اكس بيساوي 16 يا شباب. Thank you.
اعملي بقى ليا بقى اعملي المفروض دي انت شباب انا شايف الناس يعني ايه يعني الناس ماشي معايا كويس جدا كده متاخر مين ساعة تاني يا شباب؟ ساعة؟ ساعة نيم؟ اللي هنا ساعة نيم؟ هو مش عالي يعني انت كيف مش عالي. المهم احنا قسمنا كده يا شباب عند ايه؟ زد بتساوي كام قلنا؟ اكس بتساوي زيرو ونروح عند ايه؟ زد بتساوي او اكس بتساوي كام؟ 16 نرسم نفس الكلام. طبعا تتاكد ان انت ترسم بايه؟ بالسكشن بتاعك اللي هو الفيرتيكال بريسم. بصوا بقى النقطه اللي كان بيتكلم فيها مروان في المساله الاولانيه اهو هي دي التو ممبرز. يعني بص لو انا اخترت كده ده ممبر ايه كامل على بعض وده كده ممبر كامل على بعض تمام. لو انا رحت عملت ريليز هيبقى فعلا ده لينك ممبر وده لينك ممبر تمام. لكن لو انا كنت قسمت عند الانترسكشن واتخلق لي هنا في النص هنا جوينت ماشي لا ساعتها هيبقى عندي اربعه ممبر مش اثنين ممبر. ساعتها هتعمل ايه؟ تختار لازم كل الممبرز برضو تعمل لها ايه؟ ريليز من كل حته تمام. بس كده كده عملت ايه بقى؟ عملت اليونت اللي المفروض ايه؟ لما تتكرر يخلق لي شكل الايه؟ شكل المصنع. فانت تروح عامل ايه بقى؟ كنترول ايه؟ كنترول ايه؟ ها؟ نعمل ريليز ماشي ماشي كويس عشان ايه؟ بالمره يعني. نعمل ريليز لدي ودي لان اللي فوق خلاص عملنا لهم ريليز. اساين فريم ريليزز اوكي ده على فيو كام؟ على اكس كام؟ 16. نروح عند اكس بزيرو نكرر نفس الكلام اساين فريم ريليزز اوكي تمام كده. تعمل ايه بعد كده؟ كنترول ايه شباب معايا بقى؟ كنترول ايه؟ كنترول ايه؟ ايديت نعمل ايه؟ ريبليكيت ولا موف؟ ريبليكيت ريبليكيت لينير ولا مش لينير؟ لينير مش في الزد لكن في الواي. كل كام؟ كل ستة كم مرة؟ ها؟ أربع مرات ولا كام؟ أربع مرات ماشي يا شباب. ريبليكيت في الزد في الـ في الـ في اتجاه الواي في الموجب ستة أربع مرات ندوس أوكي. ها يا شباب هيبقى ناقص عندك ايه بس؟ التراس اللي في الاخر. تروح انت عامل ايه؟ تجيب اكس زد ايه؟ تهت؟ شباب طيب احنا كلنا عملنا اليونت الاولانيه اللي قبل ما نعمل الديكيت وهنا عملناها صح؟ Thank you.
عندي يعني بعد ما ده وده كده ودي كده ودي كده انترميدج، لكن الفريم مع نفسه لا يعني ما عملوش كده، لان هو اصلا مش مقسمه صح؟ مقسمه؟ لا مش حتى انت معلم عليه، بس هو مفيش جوينت هنا خالص، مش جوينت في النص هنا، مفيش جوينت على الفريم. لا لا في الاول والاخر. طيب الحتت دي يعني بص كانسل الجوينت سكيب كده، اختار كده الفريم تاني، اختار الجوينت اللي تحت بس كده بس ده يفرق. لكن لو انت كنت عامل ده ايليمنت وده ايليمنت وحطهم الاثنين جزء بليز تمام كده. لكن هنا هنا كمان خلي بالك، هنا كمان هنا في فيكس. لا ابعد عن الشيء اصلا. بعدين كنت هتقول كنترول ايه تختار كل حاجه لينير. اه شباب بصوا، اللي ما عملش ريبليكيت تاني تاني يختار يدوس كنترول ايه ماشي، ويروح ايه يروح اديت ريبليكيت لينير في اتجاه واي مسافة 6 متر 4 مرات. اربع مرات ودوس اوكي. تمام يا شباب كده كله عمل كده. طيب هيبقى عندك ايه بقى؟ بصوا بص كله هنا، لو جبت هنا الفيو اكس واي هتلاقي بص هنا في فري، هنا في تراس وهنا في تراس وهنا في تراس وهنا 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 مفيش. تمام يبقى ناقص تعمل ايه؟ تعمل ريبليكيت لده على زد بيساوي كام بقى؟ على واي بيساوي كام؟ 30. تمام؟ يبقى تروح ده اديت ريبليكيت مره واحده عند واي بكام؟ ب 30. اهو بان هنا اهو. خلاص كده؟ طيب بص بقى نراجع بقى الاشكال بقى اللي احنا ايه اللي احنا خدناها.
ده عند زد بيساوي 8 ده التوب فيو اهو اهو صح. طيب البوتوم او اللي هو على زد بيساوي 5 اهو زد بيساوي 5 نفس الكلام صح. طب بعدين زد بيساوي 0 اللي هو الفاونديشن مش مبين ال نفس الكلام عنده بقى. طب يا شباب شباب السب 14 كان بيعمل ريبليكيت بالسبورت. بصوا يا شباب احنا لما عملنا ريبليكيت في السب ده هو المفروض السب 14 بيعملها صح. بص هنا فيكسيشن صح ما كررهاش معايا فاحنا كل اللي هنعمله هنعمل ايه. بصوا هنا في الاكس زد عند واي بيساوي 0 نيجي عند واي بيساوي 6 نختار اللي تحت وعند واي بتساوي 12 نختار ايه الشويت اللي تحت وعند واي بتساوي 18 وعند واي بتساوي 24 وعند واي بيساوي 30 نختار ايه جوينت اللي تحت كل دول هنعمل لهم ايه فيكسيشن. تاني بص قبل بس ما اعملها هو بص هو هنا عمل ايه لما عملنا ريبليكيت هنا كان في الفيكسيشن الاولانيه ده كان كان الرجل دي كانت فيكسيشن ما اتكررتش معايا فانا عايز اكررها هكررها كل كام 6 متر. انا بقى اللي هعملها بقى انا اللي اختارها واعملها اساين ايه اساين فيكس. فانا هاجي عند واي بيساوي 6 اختار الجوينت اللي تحت عند واي بيساوي 12 اختار الجوينتات اللي تحت واي بيساوي 18 لحد واي بيساوي كام 30 تمام فيكسيشن اوكي اهو عمل كله ايه عمل كله فيكسيشن تمام كده يا شباب تمام معايا مش معايا حلو. في حاجه لو جينا بقى نبص يا شباب للواي زد بص لو جينا نبص للواي زد احنا كنا قايلين ايه واحده وواحده يبقى هنضطر ان احنا نشيل ايه نشيل ده ماشي نشيل ده ثانيه ونشيل ده ونفس الكلام ايه عند زد بتساوي كام زيرو نشيل ده ونشيل ده تمام كده 3 دي فيو اهو. طيب لو انا عايز بقى اقسم المنشأ شويه نعمل فيل ونعمل اكسترود اوكي ها شايفين معايا شباب كله شايف كله شايف المنشأ ها شباب بصوا هنا جبت الشكل ده ازاي دوست علامه الصح دي اكسترود اوكي راح عمل لي ايه عمل لي الكلام ده كله فاهم تمام الواي بتساوي 30 واي بتساوي 30 اكس زد لما الواي بتساوي 30 اكس زد لما الواي بتساوي 30 ماله؟ ايوه دي هتعمل ازاي؟ انا اختار اللي هو عند واي بيساوي 0 واعمل له ريبليكيت عند 30 تمام؟ تمام يا شباب؟ معايا كده؟ لا مش ريبليكيت انا بص انا هعمل هاف في البلان اللي اسمه اكس زد حلو هوف هنا اكس زد ماشي عند واي بيساوي كام عند هنا مركوب هوف في البلان اكس زد
تمام يا شباب كده انا عملت ايه بقى؟ كده انا عملت المنشا ده او المصنع ده تمام؟ طبعا هو شكله هنا صغير بس انت مش متخيل الابعاد.
انت عندك سبان 16 متر والجوه يعني الكلام ده كله 30 متر. انت متخيل 30 متر دي عامله ازاي؟ 30 متر تمام؟ اطول من طبعا ما اطول اصل دي كم متر دي؟ انت مثلا دي مثلا 4 في ممكن هو نفس الكلام شباب كله معايا كده؟ ادي بريسنج واحده تمام؟ ادي مرات الخرسانه، ادي الويند شيت، ادي الاقدام الاي. بص حتى هو عملها ازاي؟ اي هو عملها لك اي صح؟ طبعا التراس هو مش هيبان بقى دلوقتي، هو هيبان بس منين؟ التراس هيبان لو جيت هنا وقلت له اكسترود ها ترص اهو تمام. كل ده ايه؟ بايب سيكشن والفريم رجل الفريم اهي اي وشكل الاي اهي ها اي ولا مش اي؟ اي تمام كده يا شباب. طيب في لسه ما خلصناش، نيجي بقى ايه؟ نيجي نحط اللودز المتوقعه على الاريا. مش احنا كنا بنحط الديستريبيوتد لود على الفريم؟ يبقى اكيد في لود على الاريا. احنا كده خدنا لود على جوينت عرفنا ازاي، لود على فريم عرفنا ازاي. عادي اختار الواي زد بلان ماشي، وابتدي ايه؟ ابتدي اعمل لي واحده واحده يعني امسح الزياده ماشي. بس معايا هنا الاول هنعمل ايه يا شباب دلوقتي؟ هنحط اللودز على الاريا. حلو، انا هعمل اللودز على الاريا اللي هي 3 مللي دي 0.1 طن لكل متر مربع. واحد يقول طب ما انت لسه قايل اصلا ان مفيش بتاع ده، مفيش لودز بيطلع فوق، مفيش حد بيطلع فوق. هقول لك طب فرضا حد طلع يعمل صيانه مثلا، اي حاجه طلعت، ناس مثلا مش فاهمه حطت اي حاجه فوق، ركنوا اي حاجات مش مستعمله فوق تمام. فهنحط ايه؟ لود تقريبا 0.1 طن لكل متر ايه؟ مربع تمام؟ وهنا هنعمل ايه؟ ديفاين لود باتر. هنا بقى انا هاخد وزن المنشا معايا ماشي؟ انا هاخد وزن المصنع معايا، مش عامل كل ده في الاخر ما اخدش وزنه معايا. انا ما كنتش باخد وزنه ليه؟ او ما كنتش باخد وزن مثلا تراس ليه؟ عشان اتشيك انا على نفسي ماشي؟ احل مثلا مساله بتاعت سنه اولى بتاعت سنه ثانيه، اجيب بند المومنت، اشوف شير هكذا. لكن هنا اخده معايا بقى. طيب كيس لود، انا عندي ديد وعندي فلورنج ماشي. الفلورنج اللي هي البلاط وشويه الرمله اللي انا ايه اللي انا بحطها على الارض دي تمام. وعندي حاجه اسمها لايف اللي انا هحطه فوق الكورديت شيت ده. في ناس بتعتبرها تحطها مع الديد ماشي وتاساين لود مع الديد، لكن في ناس بتعتبر ان الخرسانه لوحدها سيكنس ده اسمه ديد، وفي حاجه ثانيه اسمها فلورنج
ماشي، ليها كيس ثانيه خالص اسمها ايه فلورنج، بيعملها يعني اسمها سوبر امبوزد لود، حاجه سوبر الديد فوق الديد، تمام. وفي لايت اب. طب هنعمل هنا ايه يا شباب؟ فلورنج لوحه ايه، ممكن تخليها ديد وممكن تخليها في حاجه اسمها هنا ايه سوبر ديد. يعني ايه سوبر ديد؟ حاجه ايه زياده عن الديد لود. الديد لود ده في الغالب بنعتبرها إيه؟ ان هي الخرسانه فقط، اي حاجه خرسانه مسلحه فقط، اي حاجه فوقيها يا اما لايف يا اما سوبر ديد يا اما ويند يا اما ايرث كويك يا اما يا اما يا اما، تمام. فسوبر ديد طبعا سيلف ويف بقى، خلاص انا السيلف ويف ده انا خدته في الديد مش هاخده تاني، تمام. فدوس اد. بعد كده في لايف ونعملها التايب بتاعته لايف، وبرده نفس الكلام ايه السيلف ويف بكام؟ بزيرو. طب انا خدته مره ما اخدوش تاني، وادوس اوكي. بص بقى هنا، ركز كويس قوي هنا بقى. في المنشآت المعقده اللي زي دي في كذا طريقه للاختيار، في ان انت تروح تختار كل اليمنت بالماوس بتاعك كده، وفي ان انت تختار ايه تقول شايف قائمه سيلكت دي تفتحها. عملت ايه انت؟ وقفت ايه؟ عشان كده يعني بعد سوبر ديد دوسي اد، ونفس الكلام قرري واعمل لي لايف. بص شباب، انا دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اختار البلاطه اللي هي كورجيتد شيت دي اللي هي 3 مللي، واساين عليها لايف لود 0.1 طن لكل متر مربع، تمام؟ طيب الموديل تقيل دلوقتي وانا مش هعرف احركه، تمام؟ فتعمل ايه بقى؟ تقول سيلكت معايا بقى، سيلكت. بصوا هنا سيلكت، تنزل تحت هنا هتلاقي في كذا ايه، في كذا نوع من الاختيار. تنزل على البروبرتيز اللي هي الخصائص. طب الاريا اللي انت البلاطه دي اريا ولا فريم؟ اريا، صح. يبقى تنزل على اريا سيكشن. البلاطه دي بقى اسمها ايه؟ اسمها كوريجيتد شيت 3 مللي. تروح تدوس ايه؟ اوكي. شفت هختارها اهو، تمام. تروح انت عامل ايه بقى؟ تقول اساين اريا لود، دي جديده بقى. بصوا هنا اساين، انا اخترت البلاطه خلاص، اساين اريا لود يونيفورم تو شيل، وادوس عليها. هيسالك بقى اللود مين باتر فين؟ في اللايف يونيفورم شيل تو شيل، اللود باتر لايف، قيمه اللود كام؟ 0.1 في اتجاه بستخدم كوردن سيستم جلوبال، وفي اتجاه ايه؟ الجرافيتي. اذا انا مش مضطر ان انا احط نيجاتيف قدام ايه؟ 0.1، هي اوريدي ايه في نيجاتيف زد، تمام كده؟ وادوس اوكي. بص بقى اللي هيحصل هناك، بص اللي هيحصل هنا. عشان انا اعمل ايه فيل؟ بص شباب، عايز اظهر اللود شو لودز اساين اريا، هي اللي انا عملتها ايه؟ لايف، صح. يبقى اختار اللايف، يظهر لي ايه بقى؟ يقول لي ايه لود كونتورز ولا الفاليوز؟ لا انا عايز فاليوز. اوكي تمام، اهو ظهر لك هنا ايه؟ ان في هنا 0.1 ايه في اتجاه الجرافيتي او بالنيجاتيف. يعني لو حد ملاحظ هنا في نيجاتيف كده يا شباب. طيب عايز امسك بقى البلاطه الثانيه بقى واحط عليها فلورنج مثلا 0.1 طن لكل متر مربع، ولايف 0.2 طن لكل متر مربع، تمام. يبقى اساين، قصدي سيلكت الاول، بروبرتيز اريا سيكشن، الاريا السلاب اللي هي 18 سم. اوكي، هو كده عمل ايه؟ سيلكشن اللي تحت. نقول اساين اريا لود يونيفورم تو شيل في اللايف 0.2 ريبليس، كده كده مش حاطط حاجه قديمه. لو انا بقى عايز اختار حاجه اللي انا لسه مختارها اعمل ايه؟ مش لازم تعيد بقى ايه نفس الكره دي، مش لازم تعيد كده،
تمام؟ لا في هنا اختيار يقول لك ايه؟ جيت بريفيوس سيلكشن. تمام؟ لو دوست عليه اختار لي ايه؟ برضو البلاطه اللي تحت تروح اساين فريم لودز يونيفورم تشيل المره دي في الفلورنج 0.1 طن لكل متر ايه؟ مربع. اوكي. تمام؟ في ناس فوتوا صح؟ طيب انتوا واقفين فين؟ فين بالظبط عشان بس ابقى عارف؟ مين اولا مش فاهم؟ اخر حته اللي هي من اول ايه؟ من اول البلاطه اللي تحت ولا البلاطه ولا كل البلاطات؟ تاني تاني. بص بص انا دلوقتي هختار البلاطه اللي فوق واحط عليها اللود. اللود ده تبع اللود باترن اللي اسمها لايف وقيمته كام؟ 0.1 طن لكل متر مربع. خلاص؟ هختارها ازاي؟ في عندك اختيارين، يا اما تروحي تجيبي اكس واي بلان وتطلعي لحد زد بيساوي 8 ماشي؟ وتختاري ايه؟ كل البلاطات دي. تمام؟ تختاري كل الايه؟ البلاطات دي وتروحي اساين اريا لود يونيفورم تشيل وتكتب الايه؟ الرقم في اللايف ودوس اوكي. او خلينا زي ما هو كده هقول سيلكت ماشي، انزل على سيلكت وانزل على بروبرتيز وانزل على اريا سيكشن اختار اسم السيكشن البلاطه ده كان اسمها ايه بقى؟ كان اسمها كورجيتد شيت 3 مللي. اوكي ها اختارها. بعد كده اعمل ايه بقى؟ اساين اريا لود يونيفورم شيل لايف 0.1 اوكي. تمام كده ماشي. نفس الكلام لو انا عايز ايه؟ اعمل لود على البلاطه على بعد كام؟ 5 متر من الارض اللي هي اسمها ايه؟ 0.18 سلاب. يبقى اقول سيلكت بروبرتيز اريا 18% سلاب اوكي اخترتها. اروح على الساين لود عليها للفلورنج 0.1 واللايف 0.2 تمام كده؟ تمام يا شباب؟ وتدوس اوكي ماشي يا شباب؟ كده الموديل ناقص له بس الرن. بس ايه؟ في حاجه قبل ما انت تعمل رن في حاجه عايزها ايه؟ اقولها لكم. ايه هي؟ بص معايا يا شباب. شباب كل بص هنا بقى، دي اهم حاجه. دي اهم حاجه. من غيرها الموديل يبقى غلط. بص هنا كده معايا. هو انا لو اخترت كده بص الاريا دي كانت مرسومه ازاي؟ من هنا لهنا 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 صح؟ يعني كل دي اليمنت واحد. كل ده اليمنت واحد صح؟ طيب الاليمنت واحد ده تحتيه كام اليمنت بقى؟ تحتيه كتير، تحتيه كتير، حاجات ايه؟ متقطعه كتير صح؟ في الساب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك الاليمنت بيتعرف بالجوينت بتاعته بالنودز بتاعته تمام؟ في الساب بيقول لك ايه؟ الاليمنت بيتعرف او بيشتغل فقط عند النودز بتاعته. بمعنى ايه؟ شايف الممبر ده؟ ده كده احماله كلها والانرشيا بتاعته كلها وكل حاجه بتتنقل فين؟ هنا وهنا وهنا وهنا. خلاص كده؟ اذا اي حاجه في النص مش حاسه بيه. معناه ايه الكلام ده؟ معناه كل البريسنج دي وكل الكلام ده مش حاسس باي حاجه من الايه؟ من البلاطه دي. تمام؟ ليه؟ لان انا مش مقسم البلاطه دي عند كل النودز دي. اذا المطلوب تقسيم. عارف بالظبط زي التراس؟ التراس هل كنت ممكن ترسم منبر من الاول للاخر وكل يعني ممبر الاول والاخر نفس الكلام الممبر اللي تحت وما تقسمش؟ لا. ليه؟
لان كنت عايز اعمل ايه ريليز، ما كنتش هينفع اعمل ريليز الا غير لما اقسم. تمام، هنا نفس الفكره تقريبا، ايه نفس الفكره، العنصر بيتعرض لاوله واخره بالنودز اللي في الاول وفي الاخر. زي ما قلت الاليمنت ده كله ده اليمنت واحد، حتى لو تلاحظ في لودز عليه مكتوبه مره واحده بس. طب لو كنت قسمت هتلاقي اللودز دي مكتوبه عدد مرات التقسيم. فاهمين ولا لا؟ اذا مطلوب ان انا اقسم ايه؟ اقسم الاريا مع تقاطعات الفريمز. خلاص كده؟ يبقى هقسم الاريا مع تقاطعات الفريمز. ليه؟ عشان المنتوج في الاخر مثلا اريا هنا، الاريا اللي هنا دي عندها كام لود؟ ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة. صح؟ طب انا عايز اخلي الاليمنت اللي تحت ده يحس بالاريا دي. صح؟ هو فعلا حاسس بيها. ليه؟ عشان الاليمنت ده ليه نود هنا وليه نود هنا. صح؟ والاريا اللي فوق دي ليها نود هنا وليها نود هنا. فايه؟ يحس فيه اليمنت. ونفس الكلام هنا. في نود هنا ونود هنا من الاريا، ونفس الكلام ده ايه؟ اول واخر الاليمنت. تمام كده؟ اذا لازم ينطبق الاليمنت النود بتاع الاليمنت بتاع الاريا مع النود بتاع ايه؟ بتاع الفريم. خلاص كده يا شباب؟ ماشي كده؟ في حاجه كمان بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انت بقى لو كل ما زودت التقسيمه، كل ما زودت التقسيمه بمعنى ايه؟ بمعنى يعني مثلا انا عندي ده 3 سنتيمتر. تمام؟ لو انا قسمت دي كل نص، ونفس الكلام ده يعني مثلا عملت في الاخر مربعات نص في نص، ماشي؟ يعني بقت الحته الكبيره دي بدل ما هي واحده بقت عباره عن مربعات نص في نص، دي زياده في الدقه. طب واحد في واحد هي دقيقه شويه بس ايه؟ نص في نص ادق. طب اثنين في اثنين، فاهم؟ تقل الدقه وهكذا. خلاص كده؟ مع مراعاه ايه تاني؟ مع مراعاه ان الجوينت بتاع الاريا ينطبق مع الجوينت بتاع ايه؟ الفريم. ليه؟ عشان يحس بيه. تمام؟ لو ما حسش بيه كان الاريا ايه؟ مش موجوده هنا. تمام؟ يعني لو انا قسمت كده، لو خدت دي كده الاريا قسمت يعني عملت كده وكده، اي نقطه هنا مش حاسه بايه؟ بالاريا. مش حاسه بلود. اي نقطه من الفريم ده مش حاسه بالاريا باللود بتاع الاريا. تمام؟ فين بس اللي حاسس بيه؟ هي الكورنرز بتاعتها. تمام كده؟ معايا ولا مش معايا؟ فايه المطلوب دلوقتي؟ ان انا هروح اقول ايه؟ كنترول اول، كنترول ايه؟ اديت. المره دي هقسم الاريا. يبقى اديت اريا، ديفايد ارياز. تمام؟ بص بقى هيسالك ايه؟ اول سؤال بيقول لك ايه؟ تقسمه بالعدد، تقسمه بالعدد كم حته في اتجاه اكس، كم حته في اتجاه واي. لا مش عايزين دي. هنا تقسمه بماكسيمم سبيسنج. في ناس بتحب تقسم بالاوبشن ده وتكتب هنا نص وهنا نص. يعني ايه؟ يعني في اتجاه اكس بنص وفي اتجاه واي بنص. ده ماكسيمم ايه؟ ماكسيمم سايز. خلاص هو هيروح ايه؟ يعني كل الاريا دي هتتقسم لانصاص، نص في نص، نص في نص، هتبقى كتيره جدا. خلينا نجرب طيب دي كده. بص يا شباب انا هرجع تاني، بس بص كده، بص انا هياخد وقت كتير جدا. ليه؟ الاليمنت زادت. بص بقى، ها شايفين اللي حصل؟ ده معناه ايه؟ بص هنا هو ماشي، ده معناه ايه؟ هو كان في الاول كان مقسم لود على كل ايه؟ اريا كبيره، صح؟ وكاتب قيمه اللود بالاخضر. دلوقتي انا قسمتها انصاص، فهو هيروح يكتب قيمه اللود على كل ايه من ايه؟ نص في نص. فاهمين؟ يعني هنا بص لو عملت زوم ان، طبعا موديل تقيل بقى بشع. انا عايز اقول لكم مثلا في موديلات بتقعد مثلا بالايام بتترنم، بالايام. ها يا شباب كله ملاحظ؟ ده ليه بقى؟ تخيل بقى انا هقول لك انا عندي كام اليمنت هنا؟ انا عندي 16 صح؟ قسمتها لمصاص يبقى عندي كام؟ 32 في كام بقى؟ في 60. احسب كده 32 في 60 بقى كام اليمنت؟
ها ده غير الفريم كم؟ قول 2000 2000 ايه؟ 2000 اريا اليمنت. ده فين؟ ده في اللي ايه؟ ده في في التوب بس. طب زائد البوتوم اللي هو على ليفل 5 4000 زائد الاليمنت بتاعت اللي ايه؟ الفريمز وتراسز. عد بقى غير ان كل اليمنت ليه نود نود ونود تمام؟ فتضرب في 2 تمام؟ في الاريا تضرب في 4 وكل نود ليها معادله ليها كذا ليها 6 معادلات مثلا فاهم؟ فيبقى مثلا الماتريكس عندك حاجه بقى بشعه جدا. عشان كده زي ما انت شايف بيبقى شكله عامل ازاي؟ شكله ده. الغلط بقى هنا بقى يا شباب ايه الغلط هنا؟ هبينها لكم ثانيه واحده. ايه الغلط هنا بقى؟ بص ده ايه اللي كده ده بقى ايه كان في الاول كان ايه اللي كتير بص اصغرتها لايه ايه اللي صغير ايه الغلط بقى في في الاليمنت مثلا ده ها ايه الغلط الاليمنت ده معدي فوق البريسنج دي ماشي والجوينت مش لازق ايه على اي جوينت من البريسنج ده معناه ايه ان البريسنج دي مش هتحس بايه ان في فوقيها غلط معايا فهمت ولا لا تمام ولا لا اذا فانا مش هقسم نص بنص دلوقتي اصلا كده كده البتاع تقيل جدا انا كان اهم حاجه عندي ان ازاي نمثل نعمل مونيت بالشكل الايه البشع ده فانا اعمل ايه هعمل كنترول زد هيلغي كل اللي عمله هعمل كنترول ايه تاني نقول ايه بقى ديفايد ارياز فين بقى الانترسكشن سيلكتد لاينز اوبجكت ويز ارياز ايه بصوا شباب هنا بيقول لك ايه بقى هنا بيقول لك ديفايد اريا في كذا اوبشن يقسم الاريا مع الجريدز لا مش عايز اقسم الاريا مع الجريدز يقسم الاريا مع الستريت لاينز والاريا ايدجز ماشي ده اوكي والسيلكتد بوينت ويز اريا ايدجز اوكي اوكي تمام كده المفروض ان انا مختار بقى ايه المفروض ان هنا يكون متقسم يعني يكون مثلث كده عندك اتقسم زي ما انتم شايفين يا شباب ان الموضوع بقى لما بيدخل في ال 3 دي وفي اريا زي ما انتم بصوا بيعمل قد ايه بصوا بيحمل ازاي ده الطبيعي بقى ده الطبيعي بعد كده ده ان شاء الله بعد كده اي مود اللي انت هتدخل فيه هيبقى حاجه شبه كده ايوه المستطيلات ايه؟ المستطيلات دي؟ لا بكليك بس كليك شمال على الاليمنت بس طبعا ما كنتش اعرف منين ان هو الريسم دي محمله ولا لا بص انا دلوقتي دوست هنا كده تمام انا مختار انه اليمنت اللي هو ده المثلث ده صح ليه كام جوينت 1 2 3 الجوينت ده الجوينتات دي فين نازله على جوينتات برضو ولا لا نازله على جوينتات يبقى اوكي تمام كده دوس اسالي بس كلوك يا شباب دوسوا كنترول اول كنترول اي بعد كده اديت اديت اريا ديفايد اريا واختاروا الايه وراح فين اديت اريا
تختاروا ايه الاوبشن ده اللي انا معلم عليه ده. بقول لك بيقعد ممكن في موديلات تقعد مثلا 3 ساعات في ممكن الموديلات تقعد في خلاص شباب شباب كله ده اختيار ده بس اوكي شباب كله خلاص يا شباب معايا هنا معايا هنا يا مروان كله ده الاختيار ده بس اوكي حلو جدا نفنش بقى الايه الكلام ده نرنم بقى بص بقى لما يرنم بقى انت وحظك ندوسنا اوكي خلاص نبتدي بقى ندوس رن بقى يا شباب دوس رن كده واعمل حسابك ايه ان انت هتقعد شويه حلوين ناخد فيهم البريك وترجع نشيل المودل عشان هي مش ناقصه اصلا وتدوس ايه تدوس رن نروح نحفظ الفايل ده فين نيو فولدر نيو فولدر اسمه ايه ستيل فاكتوري مثلا ستيل هو اللي فوق خالص دي بس لايف السلاب بقى فلورنج ولايف فلورنج اه ازاي لا لا هي عدد في كيس مختلفه مش هتحتاج تعمل ريبليس ولا اد ماشي يا شباب كل شباب بيسيف الموديل ويبتدي يدوس ايه يبتدي يدوس ايه رن انا بقى يبتدي الرحله بتاعتي بقى براحتي بقى ايه ضربني بسرعه هو هيرن بسرعه يا شباب معاكم اعملوا بس رن Thank you.
من ال 18 سلاب 18 اللود كان كم؟ اللايف 0.2 طن لكل متر مربع والفلورنج 0.1 طن لكل متر مربع. طب يعني دوس مرة اوكي وسلكتها تاني ودوس مرة اوكي. شباب كله معايا؟ الساعة كم بقى؟ الساعة 12:05. عملتوا رن ولا لسه؟ عملتوا رن ولا لسه؟ يا شباب حد يرد عليا. سيبك لا سيبك من الكلام ده، انا اهم حاجه بس وصلنا ان احنا عرفنا ايه. شايفه دي؟ اختاريها وابداي دوسي بالكليك شمال وتحركي ماشي. ماشي يا شباب. بص بقى هنا، طب انت بقى مثلا دلوقتي عايز تصمم الاعمده هتعمل ايه بقى؟ هل هتروح لكل فريم اول حاجه تروح تعرض من هنا النورمال فورس؟ بص انا بس عشان اوريكم المشكله عامله ازاي. اكسيال فورس اوكي ماشي، اعمل بس فاليوز واشيل هنا. بص شباب، شباب بص ده شكل بعد الرن. طبعا ايه يعني دلوقتي انا عملت ايه؟ ديسبلاي فورسز اكسيال فورس وقلت اوكي خلاص. بص ايه اللي حصل. طيب انا دلوقتي عايز بقى اعرف الفورسز على على الكولمز، اعرفها ازاي؟ ها اعرفها ازاي؟ هل هتدوس عليها؟ هتدوس عليها وتعرف الرقم؟ ممكن، بس انا دلوقتي عايز اصممها، يعني هتتعامل مع شيتات اكسل. طب هتعمل ايه بقى؟ هتقول display show tables element output frame output الايه؟ element forces في الفريم. تمام كده؟ يبقى فريم فريم اوتبوت element forces او الجوينت ماشي، او الجوينت رياكشن اوكي. تمام انا كده هجيب ايه؟ هجيب الرياكشن عند الاعمده. تمام الرياكشن عند الاعمده دي هي ايه؟ هي الفورسز في الاعمده، صح ولا غلط؟ ونقول اوكي زي هي اللي كنا بنعملها في الاول، او تجيبها من فريم مش هتفرق كتير يعني. بص بقى هنا سيلكت ايه لود باتر. بص هنا انت عايز للديد بس ولا الفلورنج بس ولا اللايف بس ولا الكله ولا اثنين ولا الواحده؟ المهم يعني انت لو عايز مثلا كله فتدوس كنترول مع تختار الفلورنج مع اللايف تلاقي نفسك بتعلم على كله وتدوس اوكي. مفيش حاجه تاني، هي سيلكت لوك كيس هتلاقيهم اصلا مختارين كده كده اوكي. دوس اوكي. بص بقى هنا بقى ايه اللي جرى. في الاول طبعا في البيم والتراس كان بيطلع لك كام رياكشن كده بسيط، لكن هنا بقى انت عندك 3 كيسز وعندك كام عمود؟ 2 في 6 يعني 12، يبقى 12 في 3 بكام؟ 36. 36 صف، كل صف فيه F1 وF2 وF3 وM1 وM2 وM3. تمام يا شباب؟
سبيس. سبيس ايه؟ يعني كونز احنا ارقامنا تقريبا مختلفة. ما انا عادي. لا ما عادي. لا لا انا بقول لك لا لا انا بقول لك ليه هنا؟ لان انا اصلا احنا مش بنعمل لحاجه فعلا اكزاكت. انا حتى انا اللي فرض لك الابعاد. فاهم؟ انا اهم حاجه عندي تعرف ازاي تعمل موديل. دي اهم حاجه عندي دلوقتي يعني. بحيث لما تتعرض لموديل فيه الايات معروفه والكروس سيكشنز معروف والماتيريال معروفه إيه انت تعرف تعمل ايه؟ تعرف تتكلم الكلام ده؟ انت جاست بس هتغير في الماتيريال، هتغير في كروس سيكشن فقط. تمام؟ طيب يا شباب انا كده دلوقتي عارض ايه؟ عارض الرياكشن. عايز احول الاكسل زي ما قلت فايل اكسبورت كارنت تيبل تو اكسل. بص هنا اكسل هيروح فاتح. هتروح بقى ايه واخد بقى القيم دي مع القيم مثلا ام 3 مع ام 2 وتقعد تصمم عليهم. خلاص كده؟ يعني احنا في العواميد بنصمم على ام 3 وام 2 واف 3. تمام يا شباب؟ بس تاخد بس مجرد تاخد القيم دي بس كده تاخدها فين؟ في الاكسل شيت. خلاص كده؟ انا هبوريكم مره حته الاكسل شيت دي. تشيك على ايه؟ نحل زي لا ما انا بقول لك هي احنا لو عاملين زي بعض بالظبط لو كل حاجه اتعملت زي بعض بالظبط لازم نطلع زي بعض ايا كان احنا فعلا بنوصل الواقع ولا لا. فاهم الفكره؟ لكن اكيد هتلاقي مثلا ان انت عملت حاجه زياده او ناقصه او انا عملت حاجه زياده او نقص. فاهم؟ ففرقت. طبعا هنا ارقام بشعه. طب يعني اسمع يعني انا عندي الارقام هنا بشعه. خلاص شباب؟ طيب احنا ممكن ناخد بريك طيب؟